ان شاء الله. كل تاكيد دكتور. اذا بنتكلم عن كوريا وايران، احنا كنا متوقعين ان المنتخب الكوري او الارقام تتوقع ان المنتخب الكوري يكون متواجد في هذه النهائي، لكن ايران كنا نامل ان المنتخب السعودي يكون موجود كطرف ثاني في هذه البطوله، لكن ايران قدم مستوى مميز في هذه البطوله بعناصر المتواجده وصل لهذه النهائي. والله اخوي احمد كنت اتمنى منتخب البحرين يكون موجود. صحيح. مباراتنا ويا ايران هي المباراه اللي ضاعت. بعد ذي تمنى ان المنتخب السعودي او كان اساسا يكون ايضا الحضور الجماهيري، لو كان منتخب سعودي موجود في النهائي 100% كان حضور جماهيري افضل. في نفس الوقت كان منتخب سعودي هو مباراه مع ايران هو كان الفريق الافضل والاقرب للفوز. صحيح. وضاع الفوز في اكثر من فرصه مناسبه. انزين عكس اليوم المنتخب السعودي مباراه راحت اللي مع ايران، اليوم المنتخب السعودي عوض من فرق 6 اهداف مهزوم 5-6 مهزوم. صحيح. الى فوز. مباراه ايران كان هو فايز فرق 5-6. المنتخب الايراني منتخب جيد، منتخب امكانيات فرديه عاليه، الفريق يلعب بجماعيه يمكن افضل من بعض افضل منتخب شباب الايراني اللي كان موجود في البحرين قبل. صحيح. شهر نقول هما منتخب السعودي من الناحيه الفنيه كجماعيه افضل موجود من منتخبين الشباب، لكن المنتخب الايراني ايضا افتقد بعض العناصر المهمه يعني في اللعب من الحلول الفرديه الموجوده. الفريق يعتمد على اللاعبين دياره، عنده لاعبين خط خلفي جيدين، عنده حراسه متذبذبه المستوى يعني يا فوق زين زين يا ضعيف، ما شفنا الحراسه تكون بصوره مستقره، لكن الحراسه بالنسبه للعنصر مهم خصوصا في رميات الجزاء. الحراسه دي كانت نقطه فارق للفريق الايراني. المنتخب الكوري انا اتوقع من مباراه اليوم هي اخر مباراه منتخب كوري، منتخب كوري بجميع المقاييس هو افضل فريق في البطوله. صحيح. من الناحيه الفنيه، من الناحيه الجماعيه، من ناحيه النتائج، فريق لم يخسر اي مباراه. الفريق اليوم جاي لمباراه ايران لتتويج باول لقب من فتره طويله. منتخب كوريا لم يحقق بطل اللقب على مستوى اسيا، يمكن اتكلم عن الكوري اللي موجود معه في الاتحاد الاسيوي، يقول الفريق دي مشتغلين على زين وعاملين الفريق دي راح يكون ان شاء الله رافد حق منتخبات كوريا مستقبلا. عبد الرحمن اذا بتكلم فنيا عن المنتخبين تواجهوا في دور المجموعات، كوريا يمكن انتصرت بانتصار سهل في الشوط الثاني، الشوط الاول كان متقارب بين الفريقين انتهى بفارق هدف او تعادل بين الفريقين، لكن الشوط الثاني كوريا خذ الليد فارق 6 اهداف. بالنسبه نتكلم نفس ما قال الدكتور، المنتخب الكوري من افضل المنتخبات بجانب المنتخب السعودي في البطوله، فحتى المباراه اللي طافت فالنتيجه الشوط الاول يعني 12-11 صارت كوريا، والشوط الثاني 29-24 يعني المباراه متقاربه، يمكن جزء فتره من المباراه انه صار الفارق، بس المنتخب الايراني يعني ما يميزه ان فريق ما يستسلم يلعب يعني ما ينزل يده، يعني حتى شفنا مباراه السعوديه تاخر وايد ورجع، وبجهه المقابله شفنا مستوى مغاير للمنتخب الكوري امام اليابان. صحيح. طريقه دفاعيه مختلفه يعني كان متعود يلعب 3-3 بدا 6-0 مع فتره من المباراه فاجئ المنتخب الياباني رجع للدفاع 3-3 فغير مجريات المباراه وخذ السكور ومشى المباراه بالطريقه اللي هو يبيها. فاتبقى المنتخب الكوري هو يكون الارجح يعني ان يكون بطل البطوله. دكتور اذا بنتكلم عن المنتخب الكوري ودفاع اليوم، هل يعتمد على دفاع 3-3 مثل ما كان في مباراه دور المجموعات؟ انا اتوقع اذا ايران على لاعب داري الايراني، اذا ايران بيلعب 7 لاعبين صعب انك تلعب 3-3 دفاعك. صحيح. اذا ايران لعب 6 لاعبين ممكن كوري يلعب 3-3، وانا اتوقع ان فريق الكوري يمكن ما يبدا ب 3-3 او يبدا 3-3 ويرجع ورا. هاي من عنصر مفاجئ عند المدرب، بس فريق الايراني يجب تلعب له دفاع متقدم. صعب انك تلعب مع دفاع 6-0 لان الفريق عنده لاعبين دياره جيدين، عنده ضاربين. في الدفاع المتقدم فريق عنده نقاط ضعف، يمكن احنا من البحرين رجعنا في المباراه لعبنا دفاع متقدم معهم. صحيح. وقطعنا كذا كوره. الفريق الايراني ايضا مباراه كوريا الاوليه لما قدم فريق الكوري عليه 3-3 في الشوط الثاني قطع كره راح هجوم خاطف، وايران طاح في اخطاء فرديه منها مشي وضاعت فرص. لذلك انا الفريق الكوري هو الدفاع الاقرب والافضل انه يلعب اليوم مع الفريق الايراني دفاع متقدم، لكن هل يقدر يلعب 60 دقيقه او 40 دقيقه او 30 دقيقه؟ هذه حسب العناصر البدنيه عند اللاعبين الفريق الكوري والبدلاء. لكن الفريق الكوري مهم بالنسبه في مباراه اليوم لان دي مباراه نهائيه. صحيح. يختلف عن المباراه اللي راحت، المباراه راحت كان مباراه في مجموعات الناحيه العصبيه الشد اقل، اليوم مباراه نهائيه، مباراه تتويج، الفريق الايراني عنده طموح كبير يبي يفوز بالبطوله. فريق الكوري ينسى المباراه، لو يفكر انه بيلعب بيكون مسار المباراه نفس المباراه اللي راحت راح يخسر المباراه. صحيح. لذلك يجب ان ينزل ان دي مباراه جديده مع فريق ايراني متاهل للنهائي، فريق ما عنده شيء يخسره. يمكن اليوم حتى من ناحيه جماهيريه الفريق ما موجود اللي تلعب ضد البحرين وفي جمهور. صحيح. وفي طاقه جماهير ما في، فالمباراه بتكون كفه متوازيه انا بين الفريقين، وان كان كيف الكوريين في الدفاع المتقدم راح ينفعهم افضل من الفريق الايراني. عبد الرحمن كوريا تتفوق من كل النواحي، لكن شلون ايران يقدر يجاري كوريا؟
اعتقد المنتخب الايراني لازم يلعب دفاع منطقه مسكر ما يفتح المساحات للمنتخب الكوري، ومحتاج انه يضغط اوقات على لاعب النص نفس ما قلنا الستايل الكوري والياباني نفس التقاطعات الضغط المؤثر ويخلقون مساحات ويعتمدون في الاخير على المهارات الفرديه اللي عندهم. والرجوع الرجوع وايد مهم لان شفنا مباراه سرعه يعني فريق يلعب لعب رتم وايد عالي. يمكن اذا لاحظ جمهور اليابان مع لاعبين اليابان في لقطه جدا مميزه دكتور. شوف اليابانيين دائما يعني يعطونا دروس، الدروس يعطونا ما نتكلم على الكره يعطونا خارج الملعب دروس. صحيح. يمكن كلنا نشوف منتخبات اليابان لما يجون دائما عندهم انضباط، عندهم احترام للجماهير، عندهم احترام للجاليه اليابانيه، احترام ايضا لانفسهم. عمرنا ما شفنا فريق ياباني او فريق سو بالذات اليابانيين يعني سووا لك مشاكل من ناحية اللاعبين ومن ناحيتهم مع الجمهور، وأعطتها واحدة من الدروس إنما يقدروا الجمهور دي واحترموا وصوروا معه ويستاهلون صراحة الفريق الياباني كل تقدير واحترام، وأنا بالنسبة لي هم الفريق المثالي في البطولة. دكتور إذا بنتكلم عن إيران، إيران يقدر يجاري؟ إيران قلت لك فريق عنده عناصر مميزة، عنده حراسة قوية جدا إذا كان في مستواها، عنده حراس بدلاء يعني بدأ الدورة بحارس وانهى المباراة راحت بحارس ثاني، عنده حارس واحد اثنين من حراس عاد غير لعبهم منتخب الشباب في البحرين بطولة راحت. الحارس ما سبب وصول ايران للنهائي ضربات الجزاء، عنده ضاربين اثنين زينين، عنده باكاش والزين، عنده جناحين خاصه جناح الاشول افضل من جناح الايمن. صحيح. انزين عنده لاعبين دائره اثنين انا اعتقد واحد منهم عن جسمه كبير هو اللي مسوي شوي فارق، اذا لعب بالسبعه فريق شكل خطوره كبيره، فريق في 6-0 دفاعه قوي يعتمد على الاحتكاك البدني بصوره كبيره جدا اساس يوقف سرعه الفريق الكوري، لذلك كان الفريق الايراني يمكن الميزه اللي فيه مختلف عن باقي الفرق الايرانيه، الفرق الايراني اذا كنت تروح عليهم فرق 4-5 أو 6 يسلمون المباراه وتحسهم فريق خلاص ينتهي بدنيا. الفريق هذا اشوف انه يرجع في المباريات حتى لو ما هزم قاعد يرجع، وشفناه في مباراه السعوديه، لذلك اتوقع مباراه اليوم مباراه قويه راح تكون ان شاء الله. الشوط اول اتوقع النتيجه تكون متقاربه ويكون السرعه تكون موجوده فيها. دكتور فارق هدف الى هدفين حق كوريا الشوط الاول حق كوريا، انا اخاف ان تنقلب التوقعات لكم بنشوف كباتن هذه مؤشرات وان المؤشرات ان شاء الله نشوف المباراه باذن الله. يعطيكم العافيه كباتن كل تاكيد مشاهدينا يا راح تكون لنا عوده بين شوطين هذه المباراه بكل تاكيد، لكن الان نستمع لناشدين الوطنيين لايران ولكوريا من بعدها ننتقل لمعلق مباراه اليوم علي المحسن بكل تاكيد راح تكون لنا عوده بين شوطين هذه المباراه. 13 Son Mingi, 14 Lee Do-yeon, 16 Kim Hyun-min, 17 Kim Hyun-min, 18 Lee Gyeon-young, 20 Lim Ho, 23 Lee Ho-yeon, 25 Ryu Jong-kyung, 28 Choi Ji-won, 57 Lee Sung-kyung, 63 Lee Min-jun, and 77 Jeon Hyun-woo. The officials for Team A: Official A Jang In-ik, Official B Hyo Chul-young, Official C Kim Nam-kun, Official D Jang Yeon-tak, and official E Son Jae-young. And now for Team B Iran. 2 Porghasimi Amir Muhammad, 4 Darini Mehdi, 6 Rashid Abadi Amir, 9 Gholi Chamazi Ilya, 10 Farish Nezat Shayan, 11 Khaji Salimi Hadi, 13 Haydarian Ali, 14 Muradi Mehdi, 15 Aram Ahmed Riza, 16 Zarey Amir Abbas, 17 Haydari Ramiz Sabar, 20 Amir Yusufi Ali, 24 Karami Amir Hussein, 27 Rahshinas Abu Al-Fadl, 31 Dolakat Sayed Mahan,
In 87, Masudnia Amir Hussein. The officials for Team B, Official A, Majid Rahimzada. Official B, Hamid Rabanikia. Official C, Reza Sarsangi. Official D, Majid Persay. And Official F, Mohammed Siavoshishenya. Please welcome our referees for this match from Uzbekistan, Mr. Hassan Ismoilov and Mr. Hussein Ismoilov. Technical delegate officials, Dr. Chatchai Sangsugiluk from Thailand and Mr. Hussein Lasfur from Bahrain. Asian Handball Federation official supervisor, Dr. Zain Labdin Benihani from Jordan. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Korea. And now for بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا علي آل محسن يحييكم هنا من قنوات البحرين الرياضية الفضائية، حيث الإثارة والمتعة والندية في حلم اعتلاء عرش القارة الآسيوية. هذا الحلم الذي يراود الشمشون الكوري أمام الإصرار الإيراني هنا في هذه النهاية ونهائي بطولة آسيا التاسعة لكرة اليد للناشئين، طبعا على ذكريات نهائي النسخة الأولى للبطولة الآسيوية للناشئين بعام 2005 في تايلاند، حينما أعلن الشمشون الكوري عن نفسه بطلا للنسخة الأولى عبر المنتخب الإيراني بنتيجة 38 مقابل 31. أيضا في نفس الوقت كانت هناك أول مباراة في هذه البطولة في أول يوم عند الساعة 11 صباحا، استطاع المنتخب الكوري أن يتغلب على المنتخب الإيراني في أول لقاءات البطولة، واليوم يلتقيان في نهائي هذه البطولة. طبعا ذلك اللقاء الذي انتهى 29-24 لمصلحة المنتخب الكوري بجماهيره الحاضرة أكيد في هذا اللقاء
أمام المنتخب الإيراني. طبعا المنتخب الإيراني حقق أكبر انتصار في البطولة بفارق 50 هدف على حساب المنتخب الهندي بنتيجة 64-14. اليوم مباراة البحث عن التواجد وحيدا بالنسبة للمنتخب الكوري الذي يتعادل حاليا مع المنتخب القطري والبحريني بعدد البطولات، وبالتالي يبحثون عن لقب ثالث لفك الارتباط، فيما يبحث المنتخب الإيراني عن لقب ثاني بعد تحقيق البطولة في عام 2006 وتحديدا هنالك في طهران في البطولة الوحيدة التي أقيمت بنظام المجموعة الواحدة في عام 2006. وبالتالي الآن هنا هل نشاهد لقب كوري ثالث أما لقب إيراني ثاني في هذه البطولة، علما بأن المنتخب الإيراني استطاع أن يحقق 3 ألقاب على مستوى كرة الطائرة في مملكة البحرين في عام 2017 وفي عام 2019 وأيضا قبل أيام قليلة في البطولة الآسيوية. وبالتالي هنا الآن سوف نشاهد الأجواء الجميلة بين المنتخب الكوري الشمشون الكوري أمام المنتخب الإيراني. عاد حكايات المنتخب الإيراني اللي تغلب على المنتخب السعودي بعد مباراة ماراثونية، وكذلك الحال في انتصاره على مستضيف هذه البطولة منتخب البحرين. وبالتالي المنتخب الإيراني من المنتخبات التي تلعب حتى الأخير، حتى الصافرة الأخيرة، وبذلك يصلون إلى نشوة للانتصار أمام المنتخب الكوري الذي استطاع أن يتخطى المنتخب الياباني بفارق الهدفين وتحديداً 23-21 في مباراة الدور نصف النهائي. إذن بداية وانطلاقة هذا اللقاء بصافرة الحكمين الشقيقين التوأمين حسن وحسين إسماعيلوف بوجود المراقبين حسين العصفور من البحرين، ششاي من تايلاند، وزين العابدين بن هاني من الأردن، وعلي نعمة كميقاتي، وفاطمة الجزيري كمسجل في هذا اللقاء. إذن شاهدنا قبل قليل حصول المنتخب السعودي على أول ميدالية في هذه البطولة طوال النسخ الماضية، وهذه النسخة هي أول ميدالية عبر انتصار على المنتخب الياباني وتكرار الانتصار على الكمبيوتر الياباني بنتيجة 26-25. إذن كرة الآن على مستوى الجناح وهدف كوري أول، هدف كوري أول. الأجواء تغيرت، مش في الصباح يا كوري، هذه المرة 6 مساء. جا كيم يسجل، وهنا أيضا خطأ إيراني، وهنا الآن محاولة وهدف، هدف لا، ضاعت رغم إنها سهلة ولكن ضاعت. لو يضيع أو لي يضيع الكرة الماضية، هو غن لي يضيع الكرة الماضية. إذن في اللقطة الماضية هذا حسن إسماعيلوف وشقيقة حسين إسماعيلوف، تقول لي شلون تعرف؟ هذه علامة الجودة، يبي لك تركز شوية. هنا الآن هذه اللقطة الماضية والكرة الضائعة على المنتخب الكوري. إذن هذه البطولة اللي انطلقت من 2005 أول نهائي كان بين كوريا وإيران، وهنا الآن في هذا النهائي يتكرر هدف إيراني في هذه اللحظات عبر اللاعب أمير كرمي. أمير، شوف أمير شلون مر وراح وسجل الهدف، هدف التعادل. دقيقة 3، شاهدنا بصراحة في لقاءات هذه البطولة، أعتقد بأن الدرس الذي تعلمناه بأنك لن تحكم على نتيجة اللقاء إلا مع صافرة الصالة، إلا مع الصافرة الأخيرة، لأن بصراحة المنتخب السعودي كان متأخر من المنتخب الياباني قبل قليل بفارق قد وصل إلى 5 أهداف، لكن استطاع الأخضر والصقور الخضر أن يحلقون عاليا في سماء هذه الصالة، في سماء البحرين، في سماء المنامة. وبالتالي ولن نصل إلى النتيجة إلا مع الصفرة الأخيرة. يا هي مباريات دراماتيكية شاهدناها. هنا الآن كرة على مستوى الجناح وهدف، الآن هدف التقدم لمصلحة المنتخب الإيراني. شوف شلون رشيد عبادي يسجل،
هم اللي حققوا اللقب في عام 2006. أسوأ مراكز إيران كان المركز الثامن في البحرين في عام 2012، وغابت إيران عن نسخة وحيدة فقط في النسخ الماضية وهي نسخة 2016. هداف المنتخب الإيراني علي حيدريان ب 22 هدف. هنا الآن نشاهد المحاولة الكورية، محاولة الآن كورية، شد من يده هو أمير محمد بور قاسمي، لاعب عملاق، لاعب صاحب القميص رقم 2 بور قاسمي. تعود الآن من جديد قوة بدنية هائلة لمصلحة المنتخب الإيراني أمام المنتخب الكوري الباحث عن الانتصار عبر السرعة الكورية المعروفين عنها. أكيد مباراة تجمع القوة البدنية أمام قوة السرعة بالنسبة للمنتخب الكوري. محاولة الآن للاختراق ولكن لا مجال ولا مكان. دائما المنتخب الإيراني يلعب بدفاع 6-0، أحيانا يلعب بدفاع 5-1 و 3-2-1. تعود من جديد الآن لمصلحة هذا اللاعب علي، ولا هذا صابر حيدري يحاول في الكرة الماضية، وبالتالي تعود لهذا اللاعب صابر حيدري. طبعا هو اللاعب الثاني من حيث عدد الأهداف ومن حيث أيضا الخطورة على ما يبدو لي. لا زال لم يشرك صاحب القميص رقم 13 اللي هو علي حيدريان المدرب الإيراني رحيمي زادة، مجيد رحيمي زادة. على كل حال الآن نشاهد محاولات للشمشون أيضا الكوري الذي لم يغيب عن أي بطولة منذ انطلاقتها من عام 2005. شارك في جميع البطولات وحقق اللقب في تايلاند في 2005 وفي الأردن في 2014. أسوأ مركز للمنتخب الكوري كان المركز الخامس في عام 2008 في الأردن. إذن 8 مشاركات وهذه التاسعة، ولكن هناك خطأ هجومي على المنتخب الإيراني. تعود المحاولة للشمشون الكوري، محاولة الآن اختراق ولا أحلى. هدف جميل للغاية، هدف جميل بزيادة للشمشون الكوري بعد اختراق رائع من جاي جون كيم، ينجح في التسجيل. كرة الآن على مستوى الجناح والتصدي الحاضر. كانغ يتصدى الآن، شوف كانغ يتصدى للكرة الماضية. سعيد للغاية هو شو بين كانغ يتصدى. على كل حال بداية قوية للمباراة النهائية، والكل يقول بأنها هي مباراة نارية، مباراة نهائية آسيوية بنكهة بحرينية. وهنا المحاولة الكورية تعود من جديد، محاولات للاختراق أمام دفاع 6-0 للمنتخب الإيراني. منتخب كوريا طبعا يدافعون ب6-0، وأحيانا نشاهدهم بدفاع 3-3 المتقدم بخطة المدرب يانغ نيك. إذا تعود الآن من جديد، يا سلام على الهدف، ولكن أعتقد بأنها رمية 7 أمتار. دفاع داخل المنطقة من المدافع الإيراني في الكرة الماضية كما هو واضح، مهدي داريني. إذا نشاهد الآن 57 سونغ يونغ لو صاحب 25 هدف، هداف المنتخب الكوري هذا. شوف حتى التبويه مختلف في كوريا، شوف شلون موه صاحب القميص رقم 57 سونغ يونغ لو يسجل صاحب 25 هدف كما تحدثنا. هو أبرز هدافي المنتخب الكوري، ينجح في التسجيل. كوريا التي بدأت المشوار طبعا أمام إيران ثم تغلبت على البحرين بنتيجة كبيرة 39-22، ثم تفوقت على الهند 56-23، ثم على أوزبكستان 39-21، ثم تغلبت على اليابان 23-21. هذا الهدف أيضا موجود في هذه اللحظات، و3-3 إيران اللي بدأت المشوار بخسارة من كوريا 24-29، ثم انتصار على الهند 64-14، فرق 50 هدف. ثم تغلبت إيران على الهند 34-23،
وتغلبت على البحرين 30-29. وهنا الآن كرة وتقدم إيراني في هذه اللحظات. يا إلهي على هذا اللقاء، راشيد يسجل في هذه اللحظات. طبعا المنتخب الإيراني تغلب على المنتخب السعودي، أحد المرشحين للحصول على اللقب، ب 33-32 في مباراة امتدت للأشواط. أكيد بصراحة أجواء جميلة في هذا اللقاء، أجواء رائعة، وتأهل عن جدارة واستحقاق للمنتخبين لنهائي هذه البطولة. ورح نتحدث أيضا حتى عن معدل الأهداف اللي تسجلت للمنتخبين طوال لقاءات هذه البطولة، سواء الأهداف اللي تسجلت في الشوط الأول أو الأهداف اللي تسجلت في الشوط الثاني. إذن قيادة أوزبكية بقيادة حسن وحسين إسماعيلوف، وهنا خطأ هجومي كوري، يتعطل الشمشون الكوري في هذه اللحظات. تعود الآن محاولة لمصلحة المنتخب الإيراني، كرة على مستوى الدائرة لم يتم التسليم بنجاح، تتحول الآن وهدف، هدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب الكوري. I am sorry، هكذا يقول المنتخب الكوري. مين يونغ لو يسجل في هذه اللحظات، لو 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 ينجح في التسجيل 4-4 مع تقدمنا. هذه طريقة الدفاع اللي تحدثنا عنها اللي هي 3-3، أيضا أحيانا يكون مع الدفاع المتقدم يبقى 2 على خط الستة ونشاهد 4 على خارج منطقة التسعة أمتار، لكن بشكل عام هي طريقة الثلاثة ثلاثة اتحدثنا عنها عن المنتخب الكوري. وهنا الآن التصدي، كانغ يتصدى، يا سلام على هذا التصدي الجميل، تصدي جميل من حارس ما له مثيل. كانغ يتصدى الآن 4-4، عدد كرة على مستوى الجناح وهدف، هدف كوري، يقلبون الطاولة. مباراة فيها كر وفيها فر وفيها أهداف وفيها متعة وفيها إصرار. هذا الهدف الجميل، شوف شلون يفتح على الجناح من كسون، لكن ممكن علامة الاستفهام عدم مشاركة اللاعب علي حيدريان حتى هذه اللحظة، وهو صاحب 22 هدف. هل لديه إصابة أم ماذا؟ بالنسبة للمنتخب الإيراني، لاعب مؤثر هجوميا، لاعب يمتلك الحلول، لكن هذا اللاعب هو اللاعب البديل اللي هو ليا غولي. تعود من جديد ليا وزميلة طبعا صاحب القميص رقم 24 أمير لاعبي الخط الخلفي. شوف إجبار الدفاع الكوري المنتخب الإيراني على التصويب من خارج المناطق البعيدة، لكن الآن إشارة تحذير باللعب السلبي، 4 تمريرات فقط، محاولة من الأولى، ولكن أيضا تعود من جديد لمصلحة المنتخب الإيراني. تتحول إلى رمية جانبية الآن، رمية جانبية إيرانية، 5-4. طبعا المنتخب الإيراني يبحث عن انتصار وبطولة من أرض البحرين بعد انتصار المنتخب الإيراني لكرة الطائرة في البطولة الآسيوية للشباب على حساب المنتخب الهندي قبل عدة أيام فقط، على حساب المنتخب الهندي بنتيجة 3-1، وبالتالي ذلك الانتصار هنا ممكن يعطي طاقة أيضا إيجابية للمنتخب الإيراني في هذا اللقاء. 5 لمصلحة المنتخب الكوري مع مرور 13 دقيقة والمحاولات مستمرة. أشاهد حقيقة حضور الشخصيات المتواجدة هنا في هذه البطولة الآسيوية، بطولة جميلة تحمل في طياتها الكثير والكثير. وهنا الآن محاولة، عادت إشارة تحذير باللعب السلبي، التقدم على 23 من قبل، أوه هدف مباغت كوري، الشمشون الكوري يحضر بقوة الآن. هذه عاداتهم وهذه لعباتهم وهذه سواياهم وهذه أهدافهم. تعود الآن كرة على مستوى الجناح، كرة تضيع من الهجوم الإيراني. مهدي يضيع الكرة الآن
وتعود فرصة التقدم إلى فارق الثلاثة أهداف وتوزيع النتيجة بالنسبة للشمشون الكوري، باحثين عن اللقب الثالث لاعتلاء عرش القارة الآسيوية وحيدا، بعيدا عن أي أحد آخر أكيد، بوجود طبعا المنتخب القطري والمنتخب البحريني بلقبين، لكن المنتخب الإيراني يسعى لمعادلة الثلاثة أطراف كوريا وقطر والبحرين، هو عنده لقب ويبحث عن اللقب الثاني، وبالتالي يعادل الكفة مع كل المنتخبات ويصبح معهم في المركز الأول من حيث إحراز عدد البطولات. تصدي إيران الآن عادت من جديد، محاولة كرة من التسعة متر، يا سلام على هذا الهدف الجميل من أمير 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 أمير، هدف كبير من اللاعب أمير من خلال هذه المهارة ومن خلال أيضا جرأة التصويب، ما يعني يقول ما دام عندي يد قوية ليش أنتظر والعب الهجوم المنظم، على طول صوب من الأولى وبالتالي قلص النتيجة 5-6 بعد ما كانت الكرة مهمة لزيادة الفارق إلى فارق الثلاثة أهداف للمنتخب الكوري. والدرس اللي تعلمناه، المباراة ما تنتهي إلا مع الصفرة الأخيرة، وهنا الدفاع القوي من المدافع الإيراني أمير محمد بورقاسمي. شوف هذا اللاعب ما شاء الله تبارك الله يمتلك بنية قوية جسمانية، أحد أقوى المدافعين في هذه البطولة على الإطلاق. 15 دقيقة مرت من شوط اللقاء الأول ولا زالت المحاولات الكورية الآن للبحث عن مكان، وخطأ من جديد، تعود كرة كورية وهنا الآن محاولة التصويب على طول أرضية سجلها هذا اللاعب صاحب القميص رقم 23، هو لي هو غون لي هوغن، يسجل إذن لينجح صاحب القميص رقم 23. شوف الأهداف الكورية ومواصلة التقدم 7-5، ومحاولات المنتخب الإيراني بنزول دائرتين في هذه اللحظات، وشوف شوف 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 بصراحة في عمل فني، في عمل فني إيراني واضح على أرضية الملعب، وأنا أقول لك يعني هذه الثغرة ما جاءت إلا من خلال نزول لاعب الجناح على مستوى الدائرة، ثم إتاحة الفرصة، وفي الأخير ضاعت فرصة تقليص النتيجة. المنتخب الإيراني بصراحة من المنتخبات التي تلعب حتى الثواني الأخيرة، ما عندها الأمل يموت أبداً، بإمكانها أن تعود في أي وقت من أوقات اللقاء أمام المنتخب الكوري الذي يبحث بلا شك عن تحقيق لقب جديد لهذا المنتخب. آخر الألقاب الكورية في 2014 في الأردن، وهنا الآن الهدف يأتي في هذه اللحظات. أستطيع أن أقول بأن المنتخب الياباني يعني هو من المنتخبات الأسوأ حظا، لأن وصل إلى النهائي 3 مرات ولكن خسر جميع النهائيات، هو المنتخب الياباني، واليوم أيضا خسر حتى الميدالية البرونزية. لكن المنتخب القطري وصل إلى النهائي 4 مرات، عند 3 وصافات ولقبين، أعتقد وصل 5 مرات إلى نهائي البطولة، وبالتالي المنتخب القطري من المنتخبات اللي لديها اهتمام في الفئات السنية. تعود من جديد الآن محاولة كورية، وهنا الآن تعود من جديد والصفرة حاضرة، أيضا تضيع فرصة التقدم بفارق 3 أهداف للمرة الثانية بالنسبة للمنتخب الكوري أمام صلابة دفاعية إيرانية. نهائي خيالي، خلاص بطاقات التأهل حسمت طبعا بتأهل كوريا وإيران والسعودية واليابان، ويوم الأمس طبعا المنتخب البحريني الذي صادق على تأهل الثلاث فئات الناشئين والشباب والفريق الأول إلى بطولات العالم في إنجاز يتكرر للمرة الثانية، إنجاز فريد أكيد
وكذلك الحال بالنسبة للمنتخب السعودي الذي تأهل بجميع فئاته إلى بطولة العالم، وهو الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى. هذه الإنجازات تؤكد الاهتمام ومدى الاهتمام الموجود في كرة اليد سواء في السعودية أو مملكة البحرين من خلال الاهتمام بهذه اللعبة. على كل حال هنا تقليص النتيجة حاضر، 8-7. عادت محاولة كورية، محاولة للدخول والدفاع القوي، ما فيش مجال يا حبيبي، ما فيش مجال. محاولة للفنت واللعب عبر الداخلي، ولكن وين يا هو على هذا اللاعب طويل القامة ينجح في التسجيل. الآن صاحب القميص رقم 28 شو يسجل في هذه اللحظات. برافو على هذه الأهداف الجميلة. شوي إذن يسجل هدف جميل، 9-7 من خارج 9 متر. أهداف كثيرة من خارج 9، لأن بصراحة في دفاع قوي على خط 6 متر من المنتخبين. وهنا الآن الثالثة ثابتة. المنتخب الكوري الآن ينجح في توسيع الفارق إلى فارق 3 أهداف، 10-7. المنتخب الكوري بصراحة فنيا تشعر بأنه هو الأرجح لتحقيق الانتصار وخطف اللقب وإضافة لقب جديد في الخزائن الكورية. لكن المنتخب الإيراني من المنتخبات التي تستطيع أن تعود مهما كانت النتيجة، وهذا اللي راح نشوفه في هذا اللقاء. محاولة الآن، دفاع قوي واختراق ولا أجمل بصراحة من هذا اللاعب. ليا يسجل في هذه اللحظات، ما شاء الله تبارك الله، هدف جميل رغم أن المساحات لم تكن موجودة في اللقطة الماضية، إلا أن الهدف كان موجود عن طريق هذا اللاعب. قولي إذن تعود الآن من جديد. محاولة، وهنا التصدي حاضر من جديد، والمتابعة مو بقايل لك المنتخب الإيراني بإمكانه أن يعود في أي وقت من أوقات اللقاء. لسه كنت أقول، والآن هو يعود بالنتيجة، 9-10. شوف شلون يعني مباراة يرقصها. طبعا الحضور الجماهيري، تخيل لو كان الحضور الجماهيري موجود في هذا اللقاء لاختلفت الأمور من حيث أجواءها ومن حيث الجمالية. لكن بصراحة جالسين نستمتع بكرة يد حقيقية. وهنا التصدي الإيراني، من 10-7 إلى 10-10 في حال تسجيل هذا الهدف. نلاحظ الآن محاولة إيرانية، لكن الحماس يقتل هذه الكرة، حماس زايد لمعادلة النتيجة وبالتالي الوقوع في فخ الخطوات. 10-9، 22 دقيقة، الأجواء جميلة، الحضور مميز، وكرة يد حقيقية في ثالث استضافة بحرينية لهذه البطولة بعد استضافة عام 2012 و2016 و2022. نلاحظ الآن محاولة لمصلحة المنتخب الإيراني والتصدي لكانغ، هي كانت محاولة تعديل النتيجة، وأيضا فرصة ضائعة ودقيقتين. دفاع شرس من مدافع شرس من هذا اللاعب صاحب القميص رقم 20 علي يوسفي. شوف شلون الدفع من علي يوسفي، وبالتالي تتحول لمصلحة المنتخب الكوري. كرتين متتاليتين كان يبحث من خلالها المنتخب الإيراني عن معادلة النتيجة بعدما كان متأخراً 10-7، إلا أن قلص النتيجة إلى 10-9. مباراة من الصعب أن تعرف إلى أين هي ذاهبة. وهنا رمية سبعة أمتار، هذا حسن إسماعيلوف. شوف في الكرة الماضية، شوف بصراحة التنزيل على مستوى الدائرة بشكل أكثر من رائع، ولكن تتحول إلى رمية 7 أمتار.
سون جيونغ لي على تنفيذ رمية سبعة أمتار، ولكن ضاعت الأولى جات، ولكن الثانية ضائعة من هذا اللاعب سون جيونغ لي. يضيع الكرة الماضية ويعيد الأمل للمنتخب الإيراني لمعادلة النتيجة في المرة الثالثة. في المرة الثالثة المنتخب الكوري في المرة الثالثة وسع النتيجة إلى فارق الثلاثة أهداف. فهل تكون المرة الثالثة هي عودة المنتخب الإيراني للقاء أم هناك حديث مع المراقب؟ عقوبة الدقيقتين بوجود التايلندي تشاتشاي. خطأ إذن ودقيقتين. راح يلعب المنتخب الإيراني الآن وهو عند لاعبين لديهم عقوبة الدقيقتين، وبالتالي أربعة لاعبين مدافعين وخلفهم الحارس، وهنا الآن الهدف الكوري. هذه عادتهم، هذه عادتهم، لو على هواهم يسجلون كل الأهداف بهذه الطريقة. هو الهدف الآن 11 مقابل 9. شوف اللعبات الهوائية، بودهم بودهم يغيرون كرة اليد ويخلونها ألعاب هوائية. هم الكوريين، هذه أهداف الكوريين، وهذه عادة الكوريين، وهذه رغبة الكوريين. وهنا الآن الدفاع المتقدم، الدفاع الكوري المتقدم، خلاص آخر يوم واللي فيها فيها. تعود الآن لمصلحة المنتخب الإيراني اللي ينقص الآن، يلعب بدون حارس بخمسة مهاجمين في هذه اللحظات بوجود اثنين لديهم عقوبة الدقيقتين ورمية سبعة أمتار. شجاع هذا اللاعب، شجاع هذا اللاعب، هو 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 شجاع يا ناس، بصراحة لاعب بمهارات فردية مميزة، ولكن ولكن رمية سبعة أمتار. شوف شلون رغم أن المكان ما في مكان بصراحة، إلا أنه ينجح في عبور هذا الدفاع، يستطيع أن يمر من جدار وهو عبر، وأيضا نجح المنتخب الإيراني بخمسة لاعبين يسجل في هذه اللحظات ويقلص النتيجة، ولا يرمي ولا يرمي الأمل، بل هو يمسك ويتمسك بالأمل حتى الأخير. كرة الآن فارق الهدف الواحد. يا إلهي على هذا اللقاء، لقاء دراماتيكي. دائما المنتخب الإيراني لقاءات دراماتيكية، شاهدنا أمام السعودية، أمام البحرين، هدف الآن، هدف هدف كوري كوري كوري، التحليق في السماء والتسجيل الهدف الكوري مع هذا اللاعب تشوي. تشوي يسجل، تشوي كيم وكيم ولي وتيو وسون وكانغ هم لاعبي المنتخب الكوري، يعني غالبا ثلاثة حروف أسماءهم الكوريين. تعود الآن من جديد محاولة، غائب غائب بشكل كثير وبشكل كبير، وهنا الآن وهنا الخطأ الإيراني، غايب بصراحة بشكل كبير صابر حيدري في هذا اللقاء على المستوى الهجومي مع غياب علي حيدريان الذي لم نشاهده حتى هذه اللحظة، صاحب القميص رقم 13 وصاحب 22 هدف. هل يكون خيار لشوط اللقاء الثاني من قبل المدرب الإيراني أم ماذا؟ تعود الآن محاولة 12 مقابل 10. شوف الفنت الموجود، او 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 دبل دائرة، دائرتين في وقت واحد وفي مكان واحد، واستلام، يا سلام يا سلام يا سلام، دبل الهدف، دبل الهدف، دبل دوائر وهدف مميز. 13 مقابل 10، بعد ما كانت النتيجة 10 مقابل 7، يعود المنتخب الكوري الآن للتقدم بفارق الثلاثة أهداف. يا إلهي على هذا اللقاء والتقدم الكوري. محاولة الآن وكرة تضيع، ربما الإرهاق يا صابر، يا حيدري، صابر حيدري، مش هذا صابر اللي شاهدنا في اللقاءات الماضية. صابر الآن يضيع الفرصة وفرصة المنتخب الكوري لزيادة النتيجة إلى فارق الأربعة أهداف
في الثلاث دقائق الأخيرة والوقت المستقطع في هذه اللحظات للمنتخب الكوري. يانغ يبحث بلا شك عن تعزيز هذا التقدم والوصول إلى فارق الأربع أهداف، وهو الذي لم يحصل حتى هذه اللحظة. وهنا أيضا السيد علي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، إضافة أيضا إلى الأستاذ بدر الذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي وأمين الصندوق في الاتحاد الآسيوي، وهنا أيضا الشيخة حياة رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطائرة ولكرة الطاولة عفوا. وهنا الآن هذه الكرة وهذه الأهداف الجميلة الكورية. صحيح صحيح صحيح، الكوري ما يمزح أبدا. شوف شوف، لا لا، هذا الهدف مو طبيعي، هذا الهدف مو طبيعي. وهنا أيضا حضور العوائل الكورية. أو اليابانية المتواجدة يتشابهون بصراحة، يتشابهون بصراحة. لا تقول لي كوري، لا تقول لي ياباني، وما شاء الله عليهم حضور مميز وإثراء لهذه البطولة. تفاصيل التفاصيل وكل التفاصيل على البال مع مخرجنا المميز اللي يعطينا كل التفاصيل في هذا اللقاء. 13 مقابل 10، محاولة الآن، يا سلام على المحاولة على مستوى الدائرة، ولكن أيضا الفرصة تعود من جديد لمصلحة المنتخب الكوري. المنتخب الكوري الباحث بلا شك عن الانتصار، ولكن فخ الخطوات من جديد، راحت في الأولى وراحت في الثانية، والأمل الآن يعود للمنتخب الإيراني لتقليص النتيجة. اللعب الآن بدائرتين وسبعة مهاجمين الآن بالنسبة للمنتخب الإيراني، سبعة لاعبين في على مستوى الهجوم، لكن الآن خرج أحد اللاعبين وبالتالي دخل حارس المرمى. تعود من جديد المحاولة والدفاع القوي الكوري، لعبة الشجاعة والقوة بوجود هيون وو، تمويه في الأولى وتصويب في الثانية، ولكن الحكم يقول بأن هناك لمس من الدفاع الكوري. شوف هذه الكرة الماضية، هل كان في لمس للكرة من الدفاع الكوري؟ محاولة الآن إيرانية من جديد، خلاص إشارة تحذير باللعب السلبي، أربع تمريرات فقط، والتصدي لكانغ. كانغ يتصدى تشوي، والدخول الخاطئ، دخول خاطئ على 23 في الكرة الماضية على اللاعب لي إلى صابر حيدري. صابر حيدري أيضا تنزيل خاطئ على الدائرة، تعود الآن كوريا من منطقة بعيدة جدا، والتصدي لحارس المرمى. 13 مقابل 10، دقيقتين ونحن نبحث عن هدف هنا وهناك، ولكن الهدف غائب ووقت مستقطع للمنتخب الإيراني. هذا 13 اللاعب اللي ينتظر المنتخب الإيراني مشاركته بلا شك. علي حيدريان موجود يا ناس، علي حيدريان موجود، فهل يشارك في اللحظات القادمة؟ وهذا حارس أيضا المنتخب الإيراني كمدرب حراس، هو حارس المنتخب الأول. وهنا أيضا جانب من العوائل الحاضرة في هذه البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين لكرة اليد المقامة في مملكة البحرين من 20 حتى 31 أغسطس الجاري. اليوم هو اليوم الأخير بعد قصة امتدت ل 12 يوم في بطولة جميلة بلا شك، بطولة تحمل في طياتها الروعة وجودة التنظيم والاحتراف في التنظيم بالنسبة لمملكة البحرين، بدعم القيادة بلا شك وبمتابعة هيئة الرياضة، عمل كبير يستحق الإشادة، عمل نشاهده عن قرب من خلال استضافة كل البطولات. على كل حال كرة تعود الآن، نصف دقيقة تفصل المنتخب الإيراني
عن تقليص النتيجة أم يكون هنالك خيار للمنتخب الكوري لزيادة النتيجة. وهنا الهدف، هدف إيراني في هذه اللحظات من هذا اللاعب أبو فضل يسجل في هذه اللحظات. تعود الآن كرة على مستوى الجناح، حتى 6 ثواني تكفي لتسجيل الهدف وإعادة النتيجة إلى فارق الثلاثة أهداف. وهنا الخطأ أيضا الإيراني، 14-11، نهاية شوط اللقاء الأول. عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع لهذا اللقاء، إذا تقدم كوري على حساب المنتخب الإيراني بفارق 3 أهداف. إذا شاهدنا بكل صراحة غياب اللاعب علي حيدريان المؤثر على مستوى الهجوم الإيراني، وأيضا اللعب المتوازن بالنسبة للمنتخب الكوري الذي نجح من خلاله بالتقدم بنتيجة 14-11. إذن هكذا كانت ملامح الختام لنهاية شوط اللقاء الأول على صالة مدينة خليفة الرياضية في هذه البطولة الآسيوية. تقبلوا مني وافر التحية، أنا محدثكم علي أحمد آل محسن، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في شوط اللقاء الثاني عبر قنوات البحرين الرياضية الفضائية. شوط أول مشاهدينا من نهائي هذه البطولة ينتهي بانتصار وبتقدم للمنتخب الكوري على المنتخب الإيراني ب14-11. كابتن عصام، ما أعرف هل شوط أول بالمستوى لنهائي هذه البطولة كان، يمكن شفنا سجال بين الفريقين، تقدم إيران في أول يمكن 10 دقائق، بعدها كوريا صح شوي ورجع في المباراة. بالعكس، أنا أعتقد شوط أول جيد، الفريقين قدموا أفضل أداء ممكن عندهم مثل ما توقعنا. فريق إيراني فريق قوي جدا في دفاع 6-0، أغلق المنطقة وأغلق المنافذ مثل ما يقول على الفريق الكوري، وأرهق الفريق الكوري في الاحتكاكات. يعني المدرب الكوري قام بدل معظم اللاعبين بعد 10 دقائق، خصوصا الخط الخلفي، لأن الفريق الإيراني بالاحتكاك أرهقهم فعلا. في نفس الوقت الفريق الكوري الدفاع اللي توقعناه اللي يلعب متقدم، لعب متقدم، أجبر الفريق الإيراني يلعب 7 لاعبين. الفريق الإيراني لعب 20 دقيقة، 7 لاعبين تبدل 20 دقيقة، فترة طويلة جدا في فريق مباراة يطبق. برغم هذه فريق الإيراني عنده تنفيذ جيد في 7، لكن الفريق الكوري قادر يتغلب على الفريق الإيراني في عملية 7، متحول من الدفاع للهجوم. بالنسبة لهم نلاحظ المباراة 2-1 أول 5 دقائق حق منتخب، تقدم الفريق الإيراني، بعدين 4-4، بعدين تقدم كوريا في الربع 6-5 عقب ربع الشوط. يعني اول فارق كان تقدم كوريا، بعدين الدقيقه 20 كوريا فارق 3 أهداف 10-7، رجع الدقيقه 25 11-10، معناته الفريق الايراني اقترب جدا، رجع الفريق الكوري 14-11 انهى الشوط. وشفنا اخر هجمتين اعتقد نموذجيين في التطبيق، خصوصا الفريق الايراني طبق المدرب من بعد خد تايم اوت، طبق في خطه وطبق في تحرك، نزل لاعب حتى عبد الرحمن يقول لي هاي مو لاعب دائره قد حمانه، هاي بيشوف الحين بيطبق خطه بيروح جناح. صحيح. وفعلا اللي نزل دائره راح جناح، طبق نموذج حق التطبيق 7-6، حقق في هدف 14-12، بس الفريق الكوري كان ايضا سريع في وصول الهدف رقم 14. عبد الرحمن، جزئيه بسيطه بتكلم عنها قبل ما اتكلم عن الفريقين،
في الدقيقة 25 11 10 كان المنتخب الإيراني راجع للمباراة، لكن أيضا شفنا خطأ إداري، خطأ تبديل بإيران، عنده لاعب ناقص لكن دخلوا ملعب سبع لاعبين، من يتحمل مسؤولية هالمشكلة؟ يعني شفنا مدرب حتى قاعد يروح حق الإداريين يقول لهم أرجوكم يودوا لي موضوع التبديل. أكيد الإداريين بتحملون هالشيء لأنه كان في وقت مهم، لأن الإيران كانوا في المباراة قاعدين يجارون المنتخب الكوري، لاعبين طلعوا يعني مرتين دقيقتين ورا بعض أثر على المنتخب الإيراني اللي خلى المنتخب الكوري يأخذ الفارق 3 أهداف. مجمل المنتخب الإيراني قاعد يجاري المنتخب الكوري، والمنتخب الكوري يعني عنده أخطاء فنية، خلينا نقول 6 أخطاء فنية، المنتخب الإيراني 7 أخطاء فنية، دقيقتين ما شفت على الفريقين مرة وإيران مرتين. فالمنتخب الكوري قاعد يعتمد على اللاعب جوي من التصويب الخارجي، إذا هو أميز اللاعبين، وفي المقابل المنتخب الإيراني عند الحراسة اليوم ممتازة السيد مهن، ولاعب رقم 9 إلياء اللي هو اللاعب الخطر في المنتخب الإيراني اللي شكل خطورة كبيرة حق الدفاع الكوري. صحيح دكتور، إذا بنتكلم عن منتخب الكوري يمكن نفس معدل الأهداف اللي سجله في مباراة دور المجموعة 14 هدف، لكن إيران هي اللي متأخرة شوي بثلاث أهداف. أنا قلت لك المنتخب الإيراني منتخب اليوم قاعد يأدي أداء جيد، لكن يبقى التخليص عنده، يعني اليوم سبع عندك 6 أخطاء فنية على المنتخب أو 7 أخطاء فنية على المنتخب الإيراني، نسبة عالية جدا لو تلاحظ، يعني حوالي أكثر من 25% من هجمات الفريق اللي ضاعوا من طريق أخطاء فنية. صحيح. أيضا لو كوري كان لاعب متقدم 30 دقيقة كان أقول لك طبيعي الأخطاء يمكن تكون، لأن أنا قاعد ألعب دفاع متقدم، الأخطاء الفنية والدفاع الكوري رجع دفاع منطقة 6-0. بالنسبة أنا من ملاحظة بالنسبة للخطأ اللي صار في التبديل، هو اللي سوى فارق 3 أهداف في الشوط الأول. صحيح. الخطأ كان سبب واحد بس، أن الفريق الإيراني كان قاصر لاعب واحد برا، المفروض كان الحارس يطلع يعني. صحيح عشان يدخل. المدرب حاط في باله أنه شنو لاعب واحد بيبدل إنزين والحارس نطلع، ما انتبه أن الحارس ما كان ما زال موجود في الملعب، لذلك الخطأ دي أنا بالنسبة لي أقدر أتحمله مدرب الحراس والحارس، أنا كان الحارس يتكلم عن مدرب الحراس هو في الملعب. دكتور يمكن إحنا نشوف أنت اليوم مساعد المدرب منتخبنا الأول، نشوف إنه في توزيع عمل بينكم أنت وفي البنت بينك وبين كابتن أحمد ناجم وأرون يكون في 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 مكان مختلف، فأكيد في دور يمكن مدير المنتخب أو الإداري اللي موجود. طبيعي الإداري له دور، بس اليوم أيضا من ملاحظة عندنا منتخب البحرين إحنا دائما عندنا أول واحد بيكون الإداري لأنه يمسك عملية التبديل ودقيقتين. صحيح. عقب مساعد المدرب في النص تقريبا بعد الإداري بين منطقة اللاعبين ومنطقة التبديل، دائما على أساس إنه في توجيهات في الدفاع ولا الهجوم، خصوصا لو كابتن عندنا المدرب حق اللاعبين أوصلهم له في فترة خروج ودخول اللاعبين بين الدفاع والهجوم. عندنا مدرب الحراس دائما يقعد على آخر الطرف إذا كان في الملعب موجود معانا مع خصائص العلاج، ليش؟ لأنه هو أقرب نقطة للحارس. أنا أعتقد من اليوم قاعدة من البنش من المنتخب الإيراني في خطأ، إنه موجود مدرب حراس قاعد لي في النص يم الإداري قاعدين يم بعض زين، وعملية التبديل هني شيء يكون الأخصائي آخر شيء، فيجب يكون الإداري يقعد أول واحد يمسك عملية التبديل، في الشوط الثاني بيكون لعب سريع بيكون تبديل، المنتخب الإيراني يلعب 7 لاعبين معناه التبديل مستمر على طول، هم معتمدين اللاعبين خلاص عارفين أدوارهم عارفين عملية التبديل وواضح عندهم، يمكن عشان كذي الإداري قاعد في صوب. بس ما في عقوبات، مباراة اليوم 3 عقوبات في مباراة نهائية نسبة قليلة جدا، الأخطاء تصير في التبديل وفي العقوبات، إذا في عقوبات متى يتخلى ما يتخلى، كل نذكر منتخب إيراني مباراة مع البحرين. صحيح. مفروض مجموعة من الأخطاء دقيقتين حصلوا سبب تبديل خاطئ كان عندهم. عبد الرحمن شوط ثاني شلون يقدر في إيران يرجع للمباراة؟ أعتقد المنتخب الإيراني قاعد يعاني حتى هم في السابعة أن التصويب من الخط الخلفي، يعني شفنا اليوم أوف يعني 3 تصويبات يعني طايش مثل ما نقول، فالمنتخب الإيراني محتاج إنه يكون تحركاته أسرع، إنه يحرك الدفاع الكوري ويخلق مساحات، عنده أجنحة زينة يقدر يسجل من الأطراف يقدر يفتح الدفاع الكوري، فأعتقد إن المدرب بيواصل بيعتمد على السابع إن الهدف منه ينزل الدفاع الكوري، لأن شوف لما الدفاع الكوري لعب 3-3 الإمكانيات والبطء في لاعبين المنتخب الإيراني يعني شيء واضح، وصارت بهالشيء الأخطاء الفنية زادت عندهم. دكتور إيران مثل ما قال عبد الرحمن في الهجوم مع أنه يلعب 7 لاعبين لكن ما عنده حلول. شوف الحلول دائما مساعدة لاعبين مفروض يكون على اللاعب الدائرة. صحيح. أو زين أو اللاعب اللي الاختراق باكات اختراقات بيكون، ليش؟ لأن أنا قاعد أدور الفراغات إن اللاعبين الدائرة يخلقون لي فراغات. يمكن فريق الإيراني أنا وجهة نظري اليوم إذا يلعب على الجناحين عنده فرص تسجيل نسبة أعلى. صحيح. خصوصا فريق الكوري قاعد يسكون المنطقة. أيوه. بس هو صاير العكس، الإيرانيين قاعد يروحون للنص وهذا يساعد يعني الدائرة يلعب بين 2 و3 وبين 5 و6
قاعد يلعبون على المناطق الخارجيه على اساس النص انه يكون شنو فريق الكوري ما قاعد يغطي وين الطرف قاعد يغطي النص وهذه مساعد فريق الكوري قاعد يحتك بالايرانيين. ولاحظ كلنا اكثر من لعبه خلاص اللاعب الايراني بدل والحل لحن ما وجدوه، بينما لازم يكون في الحل لما لعب سبعه ان اللاعب يكون الحل مع عمليه تبديل خلاص الفريق وصل لعمليه الحل والتصوير قاعد يطلع بسرعه بسرعه هني الفريق الايراني لانه ما يحصل حل بس اللاعب بسرعه يبدل الحق عشان الحارس لا يدش خطا او عمليه تبديل خاطئ. لكن انا اعتقد الشوط الثاني اذا فريق الايراني حاب انه يفوز يجب للاضاربين الاثنين يشوفون خصوصا باكل الاشول عنده امكانيه انه يصوب بس متخوف وصوب يعني يصوب وهو متردد دائما الباك اذا يتردد في التصويب نسبه التسجيل عنده تقل واخطاء الفنيه تزيد ايضا حتى تهديف للمرمى يكون شنو غير موفق. اللاعب الباك انت ضارب روح للمرمى صوب روح كل قوتك اذا طلعوا لك عندك دائرتين موجودين خصوصا عمليه التبديل اللي يبدل الجناح وليس شنو لاعب داري يبدل قاعد. كوريا عبد الرحمن كوريا اعتقد ان بيواصل نفس الشيء اذا بيكون 6 ب6 بيلعب الدفاع المتقدم لانه ناجح فيه وقاعد يحط المنتخب الايراني يرتب اخطاء وايد فنيه. وبالنسبه للهجوم نفس السرعه الكوريه يعني اللي دام يعني تقاطعات سريعه تركيز على الاطراف حصلوا حلول على الوسط منطقه الدائره اليوم و تشويت من اللاعب رقم 28 يعني معدل تصويب اليوم شايت يمكن 6 ل 7 كور ومسجل منهم 4. دكتور كوريا وموضوع الاستمراريه في المباراه واخذ الليد يمكن اكثر او اكثر المفروض كوريا عندهم قدره ان ياخذون المباراه ويديرون المباراه صحيحه لان الفريق يلعب قدك امكانيات عاليه بالنسبه للاعبينه. ان كان الفريق الايراني من ناحيه البدنيه هل يقدر 30 دقيقه يرجع لانه هو فعلا قاعد يدافع ومجموعه اللاعبين اللي يلعبون تقريبا نفسهم يدافعون ويهاجمون مع تبدا واحد لثاني يبدلون صحيح. اذا كان الفريق الايراني لانه في الدفاع وايد تكون فريق كوري جدا سريع لان الفريق الكوري ترى اخطاء فنيه عنده كانت الهجوم واخطاء اثنين التصويب يعني اربع خطوات واكثر خطا فني عندهم تمرير وتمرير الخاطئ يمكن قليل جدا بالنسبه بينما الفريق الايراني عندهم تمرير يمكن خطا اكثر والمشي بالكوره كان اكثر. فريق ايراني فريق الكوري عشان يسيطر على المباراه انا اعتقد يجب ان يواصل في فارق الاهداف ما يخلي يقل عن 3 طول ما المباراه بيقل الفارق عن 4 الى 5 اهداف بيقل معناته ايران عنده امل وعنده فريق الايراني يلعب روح قتاليه وقادر يرجع. فريق الكوري اذا مثل ما سوى ضد البحرين ما رحمنا واول بعد 5 دقائق بدايه الشوط الثاني 5 دقائق البحرين ما سجلوا 15 هدف كوري سجلوا وخلصوا المباراه فيها. اليوم انا اعتقد في الفريق الايراني فريق الكوري اذا عاد يبون يسيطرون على المباراه ما يخلي فريق الايراني الفارق ينزل عن 5 اهداف. تتفقون ان اول 5 دقائق من الشوط الثاني راح تبين اذا كوريا خلاص خذ المباراه لان دائما كوريا عودنا على ذي الموضوع. بالنسبه للمنتخب الكوري دائما شفنا كذا مباراه ان الشوط الثاني يبتدي انه يدخل بقوه خصوصا اذا النتيجه في يده يحاول انه يوسع الفارق بعدين يعود هو يسيطر على المباراه ويلعب باسلوب اللي هو متعود فيه. صحيح. فاتوقع ان اليوم المنتخب الايراني اذا بيرجع لازم يتدارك ذي الشيء وان يقلل من أخطاء الفنية أول شيء وأنه لازم أن يكون الخط الخلفي دور كبير اليوم في المباراة. دكتور أنا أعتقد أنه مو 5 دقائق يبي 15 دقيقة عشان 15 دقيقة ليش أنا 15 دقيقة بحالة واحدة بعد إذا كان من ناحية البدنية فريق الإيراني ما عنده بديل بدل إذا قدر المدرب الإيراني عنده بديل وبدل ريح بعض اللاعبين ممكن فريق الإيراني يواصل فترة أطول لكن إذا بنفس المجموعة وواصل 15 دقيقة لعبوا تقريبا فترة طويلة 30 دقيقة الشوط الأول خصوصا أن اللاعبين بعضهم الوزن زايد عندهم اللاعبين دائرة وذي فاللاعبين ذي صعب يلعبون 60 دقيقة بنفس القوة بنفس المجهود. بطل آسيا للناشئين للبطولة التاسعة من؟ يعني على مجريات المباراة يعني المنتخب الكوري بطل آسيا مجريات البطولة كلها منتخب كوري هو المرشح الأول. يعطيكم العافية كباتن بكل تأكيد مشاهدين راح تكون لنا عودة بعد نهاية هذه المباراة لنعرف من هو بطل هذه البطولة. الآن أنتقل بالكلمة والصورة إلى المبدع علي المحسن فتفضل لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومتابعينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا علي المحسن يحييكم من قنوات البحرين الرياضية الفضائية في نهائي البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين لكرة اليد المقامة في مملكة البحرين. إذن نحن في يوم الختام المنتخب الكوري يتغلب على المنتخب الإيراني في نهاية شوط اللقاء الأول وثلاثين دقيقة أولى انتهت وبانتظار ثلاثين دقيقة أخرى
فمن يحقق الانتصار وهذا اللقب وهذه البطولة؟ المنتخب الكوري لإحراز اللقب للمرة الثالثة أمام المنتخب الإيراني السعي لإحراز هذه البطولة للمرة الثانية. إذن المنتخب الكوري اللي تحدثنا عنه طبعا بانتصاره بهذه البطولة في تايلاند في 2005 في أول نسخة أمام المنتخب الإيراني، وفي النسخة الثانية في الأردن في عام 2014، بينما المنتخب الإيراني استطاع أن ينال البطولة في طهران وتحديدا في إيران في عام 2006 في البطولة الوحيدة التي أقيمت بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة أربعة منتخبات. إذن بانتظار بداية شوط اللقاء الثاني تحت قيادة طاقم التحكيم الأوزبكي حسن وحسين إسماعيلوف، الحكمين الشقيقين التوأمين في هذا اللقاء. شوط أول ابتسم لمصلحة المنتخب الكوري، الشمشون الكوري استطاع أن يسيطر على الأمور بعد تقدمه بعشرة مقابل سبعة، وأيضا تقلصت النتيجة إلى عشرة مقابل تسعة، ثم انتهى شوط اللقاء الأول بنتيجة 14-11. إذن حضور مميز لأيضا اللجنة الإعلامية في هذه البطولة بوجود الأستاذ حسين العصفور رئيس اللجنة الإعلامية وأيضا العاملين في هذه اللجنة. تعود الآن محاولة لمصلحة المنتخب الإيراني البحث عن العودة في شوط اللقاء الثاني، محاولات إيرانية باللعب بدون حارس، لكن الآن دخل الحارس والأخطاء أيضا من خلال التمريرات الحاضرة في اللقطة الماضية. هنا تتواصل المحاولات لمصلحة المنتخب الكوري، الشمشون الكوري يا ناس يطرب هذا المساء في البحرين في مملكة البحرين. وما معاكم خبر زين يا رسول السلامة. هنا الآن نشاهد في صالة مدينة خليفة الرياضية المحاولات الكورية السريعة جدا. المنتخب الكوري يخشى المنتخب الإيراني لأن عارف رغم انتصاره بفارق الخمسة أهداف في أول لقاءات البطولة، وتخيل يعني أول مباراة في البطولة وآخر مباراة في البطولة، لكن أيضا حتى أول مباراة في البطولة كانت بقيادة حسن وحسين إسماعيلوف، وفي النهاية بنفس الطاقم التحكيمي وهذه المفارقة الجديدة والدقيقتين على الدفاع الإيراني في اللقطة الماضية. تعود الآن المحاولة، كرة على مستوى الجناح، رمية سبعة أمتار، رمية سبعة أمتار، ولا تلعب بالنار يا لاعب يا إيراني أبو فضل. يعني شوف احيانا مثل هذه الكرات ممكن تتسبب باصابه على مستوى المفصل بالنسبه للاعب المهاجم. على كل حال رميه سبعه امتار والهدف يحضر الان لهذا اللاعب الكوري. اللاعب الكوري كانغريو يسجل في هذه اللحظات. شوف كانغريو يسجل الهدف وفارق الاربعه اهداف مع انطلاق شوط اللقاء الثاني. المباراة النهائية ربما تتجه إلى كوريا للانفراد بثلاثة ألقاب كالمنتخب الوحيد الذي يصل إلى هذا الرقم، وهو الذي يعادل حاليا المنتخب البحريني والمنتخب القطري بنفس الرقم من الألقاب أمام المنتخب الإيراني الساعي لإحراز ثاني ألقابة، والطموح حق مشروع بلا شك. محاولة تتواصل والهدف الآن، أول الأهداف الإيرانية في هذه اللحظات من هذا اللاعب ليا يسجل الهدف الأول للمنتخب الإيراني. 15-12 شوط اللقاء الثاني بات أسرع، وهنا كرة على مستوى الجناح وهدف. يا ناس هذه من وين دخلت؟ يا ناس هذه من وين دخلت؟ سون يسجل. شوف يا سلام أحلى كلام. وكان في أي مجال لأيضا لعب كرة هوائية من خلال دخول اللاعب الآخر. المنتخب الكوري يلعب بأسلحة متنوعة على مستوى الجناح، وهنا الدفاع المتقدم دائما ما نشاهده لمصلحة المنتخب الكوري. محاولة الآن إيرانية لهذا اللاعب صابر حيدري، صابر وكرة ورمية سبعة أمتار للمنتخب الإيراني.
رامية سبعة أمتار. أمير كرمي، أمير بعيدة جدا بعيدة جدا في وقت مهم للعودة ووقت صعب على المنتخب الإيراني بفارق الأربعة أهداف. ضياع رمية سبعة أمتار كانت مهمة جدا لتقليص النتيجة وصعبة جدا على الإيراني ومهمة جدا للمنتخب الكوري إذا ما أراد أن يزيد النتيجة ويصل إلى فارق الخمسة أهداف، وهو الذي يبدأ الآن بداية قوية في شوط اللقاء الثاني. والأماني، كل الأماني بين الكوري والإيراني، وهنا اصطياد الكرة وخطأ لمصلحة المنتخب الإيراني في هذه اللحظات. يا له من لقاء قد تتغير كل الأمور في لحظة واحدة. صابر حيدري، تصدي لكانغ، ومتابعة للاعب عملاق، هو اللاعب أمير محمد بور قاسمي. أمير محمد بور قاسمي يعيد الأمل من جديد. عادت الفرصة الآن للمنتخب الإيراني إذا ما أراد تحقيق الأماني وإضافة اللقب الثاني بعد غياب من عام 2006. وهذا الغياب الآن يعني تتحدث عن 16 سنة من الغياب. وهنا الآن محاولة إيرانية على مستوى الدائرة، والدفاع قوي، ودقيقتين من يوقف العملاق؟ من يوقف العملاق يا عزيزي؟ سون إيدن يخرج بعقوبة الدقيقتين، 16 مقابل 12. أجواء جميلة، طموح بلا حدود في بطولة لفئة الناشئين. وفئة الناشئين دائما ما نشاهد تغير النتائج باستمرار. تعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الإيراني بسلاحهم المعروف، السرعة في استلام الكرات. ولكن هذه المرة الحارس يتصدى، صاحب القميص رقم 16، هذه المرة يون كيم. تم تغيير الحارس، يعني كان كانغ الحارس، لكن هيون تصدى لكرة وسلم على كل لاعبين البدلاء. على كل حال 16 مقابل 15 في شوط اللقاء الثاني. الأجواء جميلة، البطولة رائعة، والنهاية لمن؟ لكوريا أم لإيران؟ محاولة الآن لكوريا الجنوبية، ومحاولة، يا سلام، أجمل هدف ملغي، أجمل هدف ملغي. شوف شلون مر ولعبها بشكل جميل. عطنا وياه يا عبد الله الياسي، شوف الإنهاء المميز. وهنا الآن التصدي الحاضر للحارس الإيراني أمير زادة، يتصدى للكرة الماضية، تعود الآن، وهدف تقليص النتيجة أكثر من مرة. هذه ممكن الثالثة، 16 مقابل 13، الثالثة جات يا عزيزي، بعد ما يعني كل واحد يضيع الفرصة، إلى أن أتى المنتخب الإيراني وسجل الهدف. هذا ثاني أهداف إيران، وأيضا هدفين لكوريا، لأن الشوط الأول انتهى 14-11، والآن 16 مقابل 13. مباراة فيها من التكافؤ، وإن كان نسبيا في أفضلية كورية، ولكن قد تغيب في بعض الأحيان. هذه الكرة الماضية رميت سبعة أمتار لمصلحة المنتخب الكوري. أول لقاء وآخر لقاء في البطولة وبنفس الطاقم التحكيمي. وهنا الآن هذا اللاعب كانغ على التنفيذ، كانغ يسجل رغم وجود الحارس على خط المرمى. الحارس يخوف يا ناس، أمير سادة حارس المرمى الذي حاول أن يتصدى وأن يبث الرهبة في نفس اللاعب الكوري، إلا أن نجح كان في التسجيل. 17 مقابل 13، 7 دقائق من شوط اللقاء الثاني، تتواصل الأمور. صابر حيدري ومحاولة الآن لخطف كرة من الدفاع، وفعلا صابر الآن استلام خاطئ، حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. تعود من جديد الآن محاولة للتنزيل على مستوى الدائرة، دفاع متقدم دائما من المنتخب الكوري لإبعاد الخطورة والمحاولة الآن
من جديد لمصلحة المنتخب الإيراني. يا الله على مواجهة ودفاع قوي، فعلا إشارة تحذير باللعب السلبي، محاولة إيقاف أي محاولة إيرانية من خلال الدفاع الكوري وإجبارهم على لعب كرة من خارج التسعة متر، وهذا ما يحدث أمام تصدي مميز لحارس مميز. هيون 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 راح يسلم على كل اللاعبين. عبد وياها يا مخرج إذا تقدر تصيدها. 17 مقابل 13 في شوط اللقاء الثاني، في 9 دقائق ملعوبة، فارق الأربعة أهداف. تغيرت الأمور في شوط اللقاء الثاني، بات هناك انضباط أكبر في شوط اللقاء الثاني في محاولة من المنتخبين لاصطياد اللقب وخطف اللقب الغالي في هذه البطولة الآسيوية، ورمية 7 أمتار لمصلحة المنتخب الكوري. الكوري خوف الشمشون الكوري، ربما يتجه لللقب الثالث لإحراز هذا اللقب منذ غياب منذ عام 2014، والهدف يأتي الآن في هذه اللحظات. والمصائب لا تأتي فرادى بهذه الأهداف وفارق الخمسة أهداف. 18 مقابل 13، شوط اللقاء الثاني أسرع من الشوط الأول من حيث السرعة ومن حيث أيضا الرغبة الموجودة والأهداف الموجودة. عادت الآن، يا سلام سلم على هذه الأهداف الجميلة. ربما هو الوحيد الفعال هذا اللاعب ليا جولي. ليا جولي، أنا شايف اللاعب علي حيدريان الآن يجري عمليات الإحماء، أعتقد بأنه مصاب ولا ما راح يخرج هذا اللاعب، أو لم يشرك حتى هذه اللحظة. تعود الآن محاولة الآن لمصلحة المنتخب الكوري. صعبة 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 من هذا اللاعب لي 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 يسجل بشكل أكثر من رائع. شوف الاعتماد على الكرات الأرضية من خلال اللعب، وأيضا التقاطعات الكورية والأهداف السريعة، الأهداف المميزة دائما وأبدا. المنتخب الكوري الذي تغلب على المنتخب الإيراني بفارق الخمسة أهداف في أول اللقاءات، هل يعيد الكرة من جديد من خلال هذا اللقاء؟ وهو الذي يتقدم الآن بفارق الخمسة أهداف. 19 مقابل 14، اللعب بدائرتين بدون حارس للمنتخب الإيراني، سعيا للوصول إلى المرمى على مستوى الجناح، ولكن هيون راح يلعب لعبة سريعة. هيون يتصدى من جديد، ربما كلمة الفصل تكون لهذا الحارس يا ناس. هيون مين كيم؟ هيون شلون ما لعب من البداية؟ هيون يتصدى الآن، حارس مميز وتصدي مميز في توقيت مميز. محاولة كورية الآن، دخول، يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام. الكوري الآن يختال، يختال المنتخب الكوري في هذا اللقاء بهذه الأهداف. طبعا لا أنسى لا أنسى كل الزملاء اللي تواجدوا في الاستوديو التحليلي في هذه البطولة، بوجود أحمد محمد كمقدم للاستوديو، والمحللين هيثم الخاجة، عصام عبد الله، أحمد الناجم، عبد الرحمن محمد، وأيضا أول محللة بحرينية لكرة اليد نورة يعقوب، وهذه الأسماء الحاضرة في هذه البطولة. شكرا لكل المجهودات المبذولة، وأيضا هنا جانب من الحضور في هذه البطولة، وأيضا الوقت المستقطع. هل تفرح العاصمة سول في كوريا الجنوبية أم يكون هنالك كلام آخر؟
للقادمين من طهران في هذا اللقاء 20-14 في 11 دقيقة و39 ثانية من مجريات شوط اللقاء الثاني. عزيزي المشاهد، المنتخب الإيراني يلقي مصاعب تجبر على اللعب بدائرتين، لكن صابر حيدري للمرة الثانية استلام خاطئ، ولكن يحاول أن يعالج الخطأ فيقع في خطأ آخر وتضيع فرصة صابر حيدري. صابر حيدري غائب كليا، ربما الإرهاق الواضح في صفوف اللاعبي المنتخب الإيراني من خلال اللعب اكسترا تايم، اكسترا تايم في عدد من اللقاءات. وهدف، هدف، هدف، هدف. يبدو بأن المنتخب الكوري حيخلصها. كيم يسجل، كيم يسجل في مرمى خالي، في مرمى خالي. إخراج صابر حيدري فعلا في هذه اللحظات، ودخول اللاعب اللي كنا أيضا ننتظر دخوله في هذا اللقاء، اللاعب الإيراني صاحب القميص رقم 13 حيدريان. ولكن هنا أيضا تغيير للاعبي الخط الخلفي. خلاص 21-14، فرق السبعة أهداف، لابد من حلول بديلة بالنسبة لمدرب المنتخب الإيراني. تعود الآن محاولة، وأيضا كرة ضائعة، والمصائب لا تأتي فرادى على المنتخب الإيراني الذي يجد معاناة هجومية، سواء عن طريق الهجوم المنظم أو بوجود الحارس كيم إهيون الذي يجبر الهجوم الإيراني على الأخطاء. 21-14، سرعة كورية، سرعة كورية قوية لإسعاد الشعب الكوري بلا شك من خلال هذا الأداء المميز، ومحاولة توسيع الفارق في هذه اللحظات عبر الخط الخلفي. يا سلام، يا سلام، يا سلام، وتصدي إيراني لأمير زادع. أمير الذي يتصدى الآن، وهنا الهدف يحضر. يعني المنتخب الإيراني اللي كما تحدثنا حقق أكبر انتصار بنتيجة 64-14. راح أتحدث لك أيضا عن الأهداف في هذه البطولة. هنا الآن وقت مستقطع للمنتخب الكوري. سجل المنتخب الكوري 81 هدف في الشوط الأول و 105 أهداف في الشوط الثاني، مما يعني أن فعالية المنتخب الكوري تزيد هجوميا في الشوط الثاني، وهذا اللي لاحظه حقيقة. يعني الشوط الثاني المنتخب الكوري يسجل الأهداف بشكل مميز أكثر مما كان عليه في شوط اللقاء الأول، وإن كان في الشوط الأول مسجل 14 هدف مقابل 11 أمام المنتخب الإيراني، بينما المنتخب الإيراني النسبة متقاربة، حيث أنه سجل في الشوط الأول في لقاءات هذه البطولة 89 هدف في الشوط الأول و87 هدف في الشوط الثاني، بنسبة تعتبر متقاربة. تلقت كوريا الجنوبية 61 هدف في الشوط الأول و50 هدف في الشوط الثاني، مما يعني بأن المنتخب الكوري يتماسك دفاعيا بشكل أقوى في الشوط الثاني. أما المنتخب الإيراني تلقى 54 هدف في الشوط الأول و65 هدف في الشوط الثاني، أي أنه في الشوط الثاني ينهار. وهنا التصدي الآن لأمير، أمير يتصدى تصدي مميز لكرة أرضية. بدأ المنتخب الإيراني يستوعب الكرات الكورية اللي تعتمد على لعب الكرات الأرضية، وهنا الهدف الجميل على مستوى الجناح، تقليص النتيجة من 21-14 إلى 21-16. الفرصة لم تنتهي، فارق الخمسة أهداف الآن يعود في هذه اللحظات. شوف احتفاظ المدرب الإيراني بعناصر قوة
بوجود مجيد رحيمي زاده المدرب الايراني الذي يشرك عدد من اللاعبين. والخطا الهجوم الكوري الان، الفرصه تعود يا الهي على هذا اللقاء، يا الهي على هذا اللقاء. والمحاولات الايرانيه الان، وايضا خطا لمصلحه المنتخب الايراني. اخر لقب لكوريا الجنوبيه كان على حساب قطر في 2014، انتصرت كوريا الجنوبيه بفارق هدف وحيد فقط 26-25 في نهائي كان متقارب. هنا تضيع الفرصه الايرانيه لتقليص النتيجه. يعني راح اتحدث لك ايضا حتى على احصائيات عقوبه الدقيقتين الموجوده في المنتخبين. كوريا أقل منتخب حصل على عقوبة الدقيقتين في 5 لقاءات ب 11 إيقاف لمدة دقيقتين فقط، بينما إيران من أكثر المنتخبات إضافة إلى منتخب أوزبكستان ب 27 مرة كانت لديهم عقوبة الدقيقتين. وبالتالي هنا نشاهد المنتخب الكوري يعني دفاع قوي بأقل معدل لخروج عقوبة الدقيقتين، وبالتالي تكامل الصفوف في اللقاءات يعطيهم الأفضلية في لقاءات كثيرة. وهدف الآن 22-16 بعد توقف لعدة دقائق عن التسجيل للمنتخب الكوري الجنوبي. هنا الآن الهدف يحظى من هذا اللاعب البديل علي حيدريان، يسجل لاعب مميز 17-22. المنتخب الكوري الذي يعتبر الأقوى دفاعيا في البطولة تلقى شباك 111 هدف في 5 لقاءات بمعدل 22 هدف في المباراة الواحدة، بينما تلقت شباك إيران 127 هدف بمعدل 25 هدف في المباراة الواحدة. المنتخب الكوري صاحب 186 هدف في هذه البطولة. وهنا الآن، هنا الآن الخطأ في التسليم في الكرة الماضية أمام طبعاً المنتخب الإيراني اللي مسجل 185 هدف، يعني نسبة الأهداف متقاربة، 186 هدف لكوريا، 185 هدف لإيران في معدل الأهداف. هنا الآن حيدريان، خطأ هجومي، اندفاع من هذا اللاعب واستغلال دفاعي للمنتخب الكوري. 22-17. يبدو بأن اللقب الثالث يقترب من كوريا الجنوبية. محاولة للاختراق، دفاع قوي مميز من أمير محمد بور قاسمي. عادت من جديد الآن محاولة كورية وصافرة حاضرة من حسن وحسين إسماعيلوف. كرة على مستوى الجناح ودخول خاطئ على هذا اللاعب، دخول خاطئ من سون. سون يقع في المحظور 19 دقيقة. خطف للكرة بشكل رائع الآن، يعوض يعوض، تصدي خيالي سينمائي إيراني في اللقطة الماضية. أمير 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 أمير، تصدي بشكل كبير كبير كبير. شوف شلون الكرة الماضية، تصدي خيالي مثالي استثنائي لهذا الحارس الفارس العملاق. إذا عاد المنتخب الإيراني فأحد أسباب العودة هو وجود هذا الحارس المميز الذي يتصدى للكرات بشكل أيضا مميز، بوجود أيضا مدرب الحراس. بصمات واضحة، وهنا أيضا الدفاع الإيراني القوي. لازال هناك أمل أكيد بالنسبة للإيرانيين أمام المنتخب الكوري. 10 دقائق على نهاية الأمور. عشر دقائق الآن
المنتخب الكوري يسعى لتوسيع النتيجة من خلال اللعب السريع، محاولة إيجاد المساحات ودفاع قوي إيراني بوجود بور قاسمي. كرة على مستوى الدائرة، دفاع قوي إيراني. يا إلهي ما الذي يحدث في هذا اللقاء؟ وكل اللاعبين زعلتوا الحارس، بذهاب كل اللاعبين سعيا لإيجاد الفاست بريك السريع والهجوم السريع. تتواصل المحاولات الآن والهدف يحضر. هدف إيراني تقليص النتيجة. شوف هذا الهدف من هذا اللاعب المميز علي حيدريان، يسجل 22 مقابل 18 في 21 دقيقة و15 ثانية من شوط اللقاء الثاني. عزيزي المشاهد عبر قنوات البحرين الرياضية الفضائية في الإثارة والندية. وهنا الآن المحاولة الكورية، المنتخب الكوري يعاني. من سجل 21-14 بعدها سجل هدف وحيد، لكن المنتخب الإيراني سجل بعد ذلك 4 أهداف. والآن بدأت الأمور تصعب على مستوى الهجوم، الهجوم الكوري الذي يجد معاناة هجومية، لكن ليس أمام هذا اللاعب. لي 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 يسجل، لي هو يسجل في هذه اللحظات بأعجوبة، 23 مقابل 18 ويواصل التقدم لمصلحة المنتخب الكوري. حتى الآن النتيجة هي نفس النتيجة أو نفس الفارق اللي حضر في أول مباراة جمعت المنتخبين في هذه البطولة، علما بأن النهائي يتكرر. وتصدي الآن لهيون، هيون كيم هذه مهمة الحارس لما يتصدى لكرة، يعني 99% ممكن تكون هدف. هنا لما يكون التصدي يكون للتصدي نكهة خاصة، وهذا ما يصنع هذا الحارس هيون مين كيم. ما يقول ما في مدافعين، ما يقول ما أحد من المدافعين واقف معاه، لا لا لا، يتصدى للمسؤولية ويتصدى للكرة. وهنا الآن المحاولة الكورية، وأيضا هناك خطأ لمصلحة المنتخب الكوري. يبحثون عن فارق 6 أهداف مع فارق 5 أهداف، محاولة للاختراق والهروب من الدفاع، لكن الدفاع القوي من بور قاسمي. محاولة الآن، دفاع قوي إيراني، حد من قدرات المنتخب الكوري، لكن ممكن يكون بعد فوات الأوان، لأن المنتخب الكوري لا زال يحافظ على فارق فارق 5 أهداف بعد ما وصل الفارق إلى فارق كبير جدا، وصل إلى 7 أهداف، 21 مقابل 14. تقريبا هي النتيجة اللي يعني صعبت الأمور على المنتخب الإيراني. لي يعتلي صالة مدينة خليفة الرياضية. يا 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 يا، شوف شوف شوف، لي 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 لوحدك يا لي، يسجل الهدف الآن 24 مقابل 18 في هذه الأجواء الجميلة والأهداف الجميلة هنا بالنكهة البحرينية في البطولة الآسيوية. والأخطاء الهجومية الإيرانية تتواصل في هذا اللقاء، ويبدو بأن المنتخب الكوري يعزف سيمفونية الانتصار في هذه اللحظات مع الدقيقة 24 و28 ثانية. تعود الآن محاولات كورية، المنتخب الكوري الآن ربما خلاص 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 راح ينفرد بالرقم القياسي ب3 ألقاب. ما لحل أبدا، ليسجل الأهداف وكأنه في مران يومي. يا إلهي على هذا اللاعب. وهنا الهدف والرد السريع لمصلحة المنتخب الإيراني. يا الله على لقاء وفارق
الستة أهداف. 25 مقابل 19. لا زال المنتخب الإيراني يبحث عن العودة أمام رغبة واضحة كورية. المنتخب الكوري الآن ينفرد بالنتيجة، لكن هنا الفرصة تضيع أيضا، وهجوم إيراني محاولة. كرة الآن يستلمها من مكان صعب. أوه. 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 ما هو القرار؟ ما هو القرار في الكرة الماضية؟ أعتقد بأنها ضاعت. شوف 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 هذه الكرة الماضية، اللعب على وجه الحارس. دقيقتين دقيقتين على المهاجم الإيراني. يا إلهي، خلاص يبدو بأن الأمور أصبحت واضحة في حال استمرارية التسجيل والحراسة المميزة مع كيم هيون. هذا كيم. هل تفرح سول هذا المساء في كوريا الجنوبية؟ بتحقيق لقب جديد، لقب ثالث، والابتعاد عن البحرين وقطر في سجل الألقاب. وهدف، هدف من جديد. شوي 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 يسجل الآن. هدف مميز من تشوي. تشوي يسجل هدف جديد للمنتخب الكوري اللي خلاص يقترب من تحقيق هذا اللقب. لقب مهم بلا شك في كوريا الجنوبية التي ظلت تهتم في كرة اليد بشكل واضح على مستوى المنتخب الأول ومنتخبات الفئات السنية. وهنا الهدف أيضا بشكل رائع، أعلى حارس المرمى كيم هيون. فارق الستة أهداف. محاولة كورية الآن ودفاع قوي إيراني. لا زال المنتخب الإيراني يبحث عن الفرصة وعن الأمل في لحظات صعبة للغاية. وحيدريان يضيع الكرة، يضيع الكرة حيدريان. خلاص خلاص خلاص. رحيم زاد زعلان، رحيم زاد زعلان، وحيدريان يندم على الفرصة. وهنا التصدي أمير من جديد. بصراحة الحراسة مميزة، الحراسة مميزة، ولكن المشاكل هجومية إيرانية، مشاكل هجومية إيرانية. تتواصل المحاولات أيضا الآن. شايف هذه المشاكل، الاستلام والتسليم والإرهاق الواضح بصراحة في صفوف اللاعبين. لعب مباراتين قويتين أمام البحرين المستضيف والسعودية في أيضا أوقات إضافية، وبالتالي في إرهاق واضح في محيا لاعبي المنتخب الإيراني أمام المنتخب الكوري الذي يقترب من إضافة إنجاز جديد بعد مرور 8 سنوات على الإنجاز السابق في عام 2014 في الأردن، والإنجاز الأول وتحقيق أول بطولة في عام 2005 أيضا أمام المنتخب الإيراني. 38 مقابل 31، فرق 7 أهداف في ذلك اللقاء. فهل تتكرر ويتكرر الفارق في هذا اللقاء؟ راح نشاهد وراح نشوف. حتى الآن فرق 6 أهداف. مخرجنا عبد الله الياسي يعطينا لقطات جميلة من مدرجات مدينة خليفة الرياضية، وكل التحية والتقدير لكل من يساهم في تغطية هذا الحدث الآسيوي. سلام عليك. وعليكم السلام. على كل حال الآن المنتخب الكوري الآن يبحث عن الحفاظ على النتيجة أو زيادتها أيضا. خلاص يبدو بأن الأمور واضحة لإحراز هذا اللقب. 2005 2014
ألقاب كوريا، وربما أرض المنامة تكون صاحبة الخبر السعيد بضياع مثل هذه الفرص الغريبة جدا من المنتخب الإيراني. فرص وياهي فرص، فرص وياهي فرص يا راشد، يضيعها أيضا من جديد، وبالتالي إرهاق إيراني واضح، والأمل ربما خلاص خلاص خلاص، الأمور تقريبا واضحة، تقريبا واضحة مع دقيقة ونص. وهنا الآن الخطأ الهجومي الكوري تتحول إيرانية، محاولة للهجوم السريع، علي حيدريان يلعب إلى اللاعب ليا جولي، يلعب الآن ليا جول، والسلام سلام 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 على هذا الهدف. شوف الأهداف، أهداف يعني صحيح 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 المنتخب الإيراني في الوصافة، لكن الأهداف الجميلة واضحة في هذه اللحظات. 29 دقيقة و15 ثانية، هل تتكرر نتيجة النهائي الأول بين المنتخبين أم نتيجة الدور الأول في اليوم الأول في أول لقاءات البطولة بنفس الطاقم التحكيمي؟ وهنا التصدي، تصدي لأمير، أمير يتصدى الآن. في هذه اللحظات تتحول الكرة، كرة إيرانية، وهدف هدف هدف إيراني الآن. فارق الأربعة أهداف، 26 مقابل 22، وكأن المنتخب الكوري يمشي كذا كذا، يلعب على هنا، ربما فارق الأربعة أهداف يعلن على الانتصار. ألف 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 مبروك للمنتخب الكوري، حصد اللقب للمرة الثالثة والانفراد وحيدا بهذا الرقم، ثلاثة ألقاب للمنتخب الكوري الجنوبي في عام 2005 في تايلاند، وفي عام 2014 في الأردن، والآن في 2022 هنا في مملكة البحرين أمام المنتخب الإيراني الذي اكتفى بلقب وحيد في عام 2006 في طهران، هو ذلك اللقب وتلك البطولة الوحيدة التي لعبت في مجموعة واحدة. ألف مبروك للمنتخب الكوري وهارد لك للمنتخب الإيراني. هكذا كانت تفاصيل الختام ومفصل الختام لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي، وبصعود خمسة منتخبات للمشاركة في بطولة العالم في 2023. إذن كوريا أولا، إيران ثانيا، السعودية ثالثا، واليابان رابعا، والبحرين خامسا، والكويت سادسا، وكيم هيون صاحب كلمة الفصل في شوط اللقاء الثاني، الحارس الذي استطاع من خلال بسالته أن يوصل المنتخب الكوري إلى 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 لقب هذه البطولة، بطولة جمعتنا من 20 إلى 31 أغسطس الجاري. هذه البطولة الجميلة المميزة لنواة المستقبل، للاعبي المستقبل، لمستقبل كرة اليد الآسيوية. نقدم لهم التحية لكل المشاركين في هذه البطولة بصراحة على الأداء والإبهار والجمال وجمال التنظيم لمملكة البحرين دائما وأبدا. استضافة البطولات، هذه الاستضافة الثالثة لبطولة الناشئين، لكن في الشهر الماضي استضافت أيضا آسيوية الشباب بدعم القيادة بلا شك، وأيضا متابعة والعمل الكبير من هيئة الرياضة في مملكة البحرين، ونشاهد دائما النجاح والتميز والاحترافية، وأيضا نهاية البطولة الآسيوية لكرة الطائرة للشباب قبل عدة أيام. دائما نشاهد هنا الفرحة والحزن الموجود في وجوه اللاعبين، ما بين الفرح هنا وما بين الحزن هناك، هذه هي المشاعر في هذه اللقاءات. دائما ما نشاهد اللحظات وجمال الرياضة بصراحة، بأن هناك في مجال في المستقبل بأنك تعوض الخسائر، وأيضا هناك الفرحة الواضحة في محيى اللاعبين والجماهير الكورية. تخيل بأنك أنت اليوم موجود هنا في البحرين، لكن الفرحة موجودة هناك في كوريا لعشاق الرياضة، لعشاق كرة اليد. دائما هذه اللعبة لعبة الأقوياء، تبتسم لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي.
حقق البطولة والميدالية الذهبية بكل تأكيد بعد انتصار كوريا على اليابان بفارق 4 أهداف 26 مقابل 22. كباتن مثل ما توقعنا حصل كوريا هو بطل آسيا للناشئين. كابتن عبد الرحمن، المنتخب الكوري يستحق البطولة. من بداية البطولة مستوى ثابت، فريق عنده بدلاء في نفس مستوى كفاءة اللاعبين اللي موجودين في الملعب، عنده حراسة مميزة كيم، يعني هو مفاجأة البطولة، يعني صحيح. حارس احتياطي لنجم المنتخب الكوري، واليوم بدليل حصل أفضل لاعب في المباراة. اليوم تميز المنتخب الكوري نفس الشيء بالأسلوب الكوري بالسرعة، كانت فترات شوي تعطل شوي هجوميا بس رجع. يعني اليوم عند اللاعب لي رقم 23 يعني هداف الفريق اليوم، قدم مباراة كبيرة. دكتور، كوريا استحقت مثل ما قلت ربع ساعة وحسم فيها المباراة. هو طبيعي لو نطلع كده كهنة 16 12 دقيقة 5 دقيقة 10 18 14 دقيقة 15 اللي توقعناه 21 16 فارقني فارق 5 أهداف. دقيقة 20 رجعنا 22 17 رجعنا دقيقة 25 25 19 كوريا معناته من دقيقة 15 بدوا يحسمون المباراة، خلوا الفارق 5 أهداف لأربعة لستة أهداف، وهو عنصر الحسم. وانتهت المباراة 26 22. طبيعي كوريا أفضل بالنسبة كأفراد كمجموعة الفريق، وإن كان الفريق الإيراني قاتل أعتقد الفريق الإيراني مدرب الكوري التايم أوت الخذ ساعد الفريق الإيراني يجح شوي في المباراة، لكن مدرب الإيراني أعتقد نسى التايم أوت الثاني صحيح. كان بحاجة له، لو ما أخذه في دقيقة 20 ما أخذه كان ممكن يرجع في المباراة قبل، ورجع المباراة في المباراة بس في آخر 4-5 دقائق أضاعوا 4 أكور الفريق الإيراني صحيح. كان ممكن يرجع في المباراة الفارق الأربع أهداف، كان ممكن يخلص فارق هدفين أو هدف، لأن كوريا أيضا أضاع بعض الأكور. لكن جمالا أعتقد كوريا أحق، كوريا يستحقون البطولة وألف مبروك لهم. إيران تقريبا نوعا ما استسلم، اللاعبين حاولوا حتى المدربين زج بكذا لاعب، اللاعب رقم 11 والجناح لاعبين صغار يعني كانوا يقاتلون، بس إنه فارق النتيجة مع منتخب كوري خبير في البطولات يعني صعب إنه ترجع. يعني منتخب اليوناني يمكن مضيع 11 كورة يعني منها انفرادات يعني مع الحارس يعني 100% يعني، فاستهلهم منتخب كوريا. دكتور عصام، منتخب كوري ناشئ مميز جدا عكس منتخب الشباب اللي أيضا في عناصر مميزة لكن الناشئين هم الأفضل. والله منتخب الشباب منتخب مو سيء صحيح، فريق الكوري منتخب الشباب فريق جدا ممتاز. الفريق الكوري خسر فقط اللي خسره في 12 دقيقة، فريق الكوري الشباب كان عندهم رمية جزاء ضد الكويت لو سجلت كان فازوا فارق هدف صحيح. انت التعادل مباراة مع السعودية دقيقة 18 فارق 4 أهداف لصالح كوريا. هنا منتخب كوريا أضاعوا كوار، صار عندهم دروب غريب مثل ما صار عندنا ربعنا ضد الكوري في الناشئين. هنا السعودية خلصت المباراة بفارق 4 أهداف صحيح، يعني زين معناته 8 أهداف تقريبا 8-7 أهداف. الفريق السعودي فاز على كوريا في 12 دقيقة. الفريق الكوري لو كان في الشباب واصل الدور الثاني كان ممكن هو يكون شنو عنصر مؤثر، يمكن نصالحنا ان الشباب احنا كوري ما تأهلوا يوون السعوديه فزنا عليهم صحيح. زين لكن منتخب الناشئين يتميزون عن منتخب الشباب ان اللعب الجماعي عندهم صوره شوي افضل، الفرديات عاليه في العمر ذي، في العمر ذي لو اقل من 18 سنه اللاعبين يفرقون شوي من ناحيه الاداء ومن ناحيه ايضا الحراسه. انا اعتقد اليوم الكوري في الناشئين حراسه افضل، حازم 16 يجمالي تاحر ولا شنو هو صحيح. زين مباراه البحرين دخل محل حارس اساسي لطلع ثلاث هجمات بسبب عقوبه صحيح، هو اللي حول المباراه. اليوم في الشوط الثاني بدا الشوط صراحه صد ثمان هجمات ثمان كوار في 20 دقيقه صدم نسبه عاليه جدا لحارس الصد، يمكن حتى رميه جزاء اللاعب الايراني شاتها برا صحيح. فهو عنصر الفارق انك في الناشئين اعتقد والشباب بمنتخب كوريا الحراسه وتنظيم اللعب الجماعي المنظم. عبد الرحمن، اكيد انت بتواجد مع فرق الفئات السنيه فيما مضى، اكيد المحافظة على اللاعب خصوصا ذي اللاعبين راح يخوضون بطولة الشباب في بعد عامين. أكيد هي العنصر المحافظة شيء مهم على اللاعبين وعلى المجموعة ككل، يعني اليوم تتكلم عن مجموعة 16 لاعب مميزين عندهم، يعني حتى ما تحس أن المستوى الفريق قاعد ينزل مع دخول البديل، فتشوف المستوى ثابت للفريق. وأعتقد يعني المدرسة الكورية غنية عن التعريف يعني، يعني بخصة من ناحية المدربين حتى كاتحاد كاستراتيجيات. يعني كلمة حق كباتن يجب أن تقال للاتحاد البحريني لكرة اليد اللي عمل على استضافة بطولتين وتحدي كبير، بطولة الشباب بطولة الناشئين، وكانت كان تحدي ناجح بكل تأكيد برأسة السيد علي عيسى إسحاقي ومجدي ميرزا مدير البطولة وكل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد اللي قدموا مستوى مميز كما هو موجود في منتخباتنا اليوم.
العاملين قدموا مستوى مميز مثل المحاربين داخل الملعب لكنهم خارج ارجاء الملعب. شكر للمنظمين والمتطوعين اللي تواجدوا في هالبطوله، كلهم شباب بحرينيين وبنات بحرينيات كانوا متواجدين مع الفرق، كانوا متواجدين في مداخل ومخارج هذه الصاله، كانوا متواجدين في الفنادق. بكل تاكيد شكر لهم وتحيه كبيره لهؤلاء الاشخاص. شكر لوزاره شؤون الاعلام ووزير رمزان بن عبد الله النعيمي على تغطيه البطولتين. شكر لحمود الجيم رئيس القناه الرياضيه، كل العاملين في وزاره شؤون الاعلام من فني صوت واضاءه ومصورين ومونتاج ومتابعين والمخرجين اللي تنوعوا على هذه التغطيه. 5 مباريات في يوم واحد عدد كبير، لكن قناه البحرين الرياضيه ووزاره شؤون الاعلام كانت قد هذا التحدي. بكل تاكيد شكرا للاتحاد الاسيوي لكره اليد، سيد بدر الذياب وجاسم الذياب وعبد الله الذياب وايضا محمد ابو الليل والسيد صالح عاشور وابو نغم محمد طالب، هذا الشخص البحريني اللي نفخر به واللي يعمل بلا كلل وملل في الخفاء ما يظهر على الشاشه. بكل تاكيد شكر ايضا اللجنة الإعلامية بالاتحاد البحريني برئاسة حسين العصفور والثلاث أخوان المميزين عبد الرحيم ومحمد وعلي. شكر للسيد خالد الناجم. حاب أشكركم محللين قناة البحرين الرياضية اللي وقفتوا معنا وقفة في البطولة الماضية وهالبطولة. دكتور عصام شكرا على تواجدك معنا، كابتن عبد الرحمن محمد في ظهور آخر مميز لك بكل تأكيد، نورتنا في الاستديو التحليلي. أيضا حاب أشكر هيثم الخاجة، حاب أشكر السيد أحمد الناجم، وحاب أشكر نورة يعقوب لاعبة منتخبنا الوطني لكرة اليد محللة قادمة في سماء كرة اليد البحرينية في قناة البحرين الرياضية. شكرا للجميع على هذه التغطية، يستاهلون، الكل يستاهل، يستاهلون، يستحقون كل الشكر والتقدير. أعتقد هذه هي أقل حق أو أقل واجب ممكن نشكرهم فيه، والحمد لله البطولة ناجحة، بطولتين وراء بعض في أقل من شهر. أعتقد هي يثبت أن اليوم العنصر البشري البحريني هو اللي نقدر نراهن عليه. ايضا اعتقد تلفزيون البحرين اليوم اثبت انه هو قادر يغطي الفعاليات بصوره مميزه، خصوصا احنا يمكن واجهنا مشكله النقل من صاله الى صاله. صحيح. في فتره قصيره جدا، لكن فعلا الكل يستحق الشكر، وهنئ الجميع على نجاح البطوله ونتمنى كل عام وجميع بألف خير. عبد الرحمن اشكركم على الاستضافه والفرصه اني اكون هنا محلل في بطوله اسيويه الناشئين، والشكر لتلفزيون البحرين امانه انه غطوا بطوله الطائره في نفس الوقت بطوله الناشئين اليد. يعني شكر لكل العاملين وشكر الاتحاد البحريني على تنظيم بطولتين وراء بعض، تنظيم رائع للامانه، ومعروفين البحرينيين للامانه بتنظيم البطولات. كلمة كان متواجد معنا في البطولة الماضية صالح عاشور رئيس لجنة الحكام الاتحاد الآسيوي، وقال إن أنا عندي مفاجآت في البطولة القادمة مثل ما كانت متواجدة في البطولة اللي فاتت. نجح التحكيم في هالبطولة بشكل كبير. التحكيم نجح، لكن أنا يعني أتمنى العنصر الحكام اليوم محتاجين أيضا لتطوير بصورة أفضل، قد يكون العنصر النسائي دخولهم شيء إيجابي. صحيح. وشيء يحسب للاتحاد الآسيوي. اليوم عندنا طاقمين سيدات حكمونا بطولة الشباب أعتقد. صحيح. ولكن كان طاقم كوري وطاقم الإيراني في الناشئين، أيضا طاقمين، طاقم خليجي كويتي نفتخر فيه. صحيح. أداروا مباريات من أروع ما يمكن، محتاجين لتجارب. أنا أعتقد إن شاء الله إن شاء الله في ظل وجود صالح عاشور كرئيس الحكام في الاتحاد الآسيوي، مأمل أن كرة اليد الآسيوية تكون بخير من ناحية التحكيم، خصوصا أن العنصر البشري اللي بيدشون اليوم من فئات صغيرة من الدول ايضا مختلفه، لم تقتصر على كوريا واليابان انزين مثل ما كان سابقا. صحيح. اليوم عندنا مجموعه من الحكام يدشون من دول مثل اوزباكستان، يدشون من دول اليوم اللي ممكن نقول ايضا يديرون البطولات بدون اي احراج لهم، لان فرقهم تنافس على البطولات. صحيح. ونشكر اخوي صالح، يعني اعتقد له كلمه حق، هو له جهود مشكوره، هو ومع مجموعه الحكام اللي حكموا، ايضا مع مجموعه المراقبين للمباريات اللي فعلا المبارتين والثلاث راقبوا في اليوم في البطوله، ويستحقون كل الشكر والتقدير. عبد الرحمن، مجدي ميرزا واللجان العامله في هالبطوله، حسين العصفور، احمد السكافي، رضا حسين، ما ابي انسى اسم واذكر اسماء، اكيد كان لهم دور كبير في نجاح البطولتين. اكيد اكيد الامانه، يعني ان البطولتين براسه مجدي ميرزا، لان الشخص المناسب في المكان المناسب، واللجان العامله يعني بس ما تقول خليتنا حل 24 ساعة شغال، يعني حتى لما تروح تشوف فندق الوفود، فندق اللاعبين، فندق الحكام تشوفهم متواجدين، فيعطيهم العافية.
كباتن انت يعطيكم العافية، تشرفت اني اكون متواجد مع نخبة من هالنجوم الرعيل الاول نقدر نقول في كرة اليد البحرينية. كباتن كابتن عصام، كابتن عبد الرحمن محمد، شكرا على تواجدكم معنا. مشاهدينا شكرا على المتابعة، شكر لكل طاقم عمل هذه التغطية والبطولة بأكملها من جنود مجهولين في قناة البحرية الرياضية ووزارة شؤون الإعلام. بكل تأكيد راح ننتقل، والختام راح يكون إن شاء الله عند المبدع علي المحسن بكل تأكيد مع تتويج أفضل لاعبين في البطولة وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى. تقبلوا تحياتي، مع السلامة. شكرا إذن للزملاء في استوديو التحليلي بقيادة المقدم المتألق أحمد محمد، وأيضا الزملاء الأعزاء اللي شاركوا في هذه البطولة في الاستوديو التحليلي. بصراحة شاهدنا أسماء جديدة، شاهدنا أيضا أسماء كانت حاضرة في الاستوديو التحليلي بشكل مميز. شاهدنا هيثم الخاجة، عصام عبد الله، أحمد الناجم، عبد الرحمن محمد، نورة يعقوب، أحمد محمد، وبصراحة استوديو مميز وتفاصيل شاهدناها في هذه البطولة. على كل حال الآن في انتظار الجوائز المقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد لأفضل اللاعبين وأيضا للثلاثة المراكز الأولى في هذه البطولة. إذن المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث بعد الانتصار على المنتخب الياباني هذا اليوم بنتيجة 26-25. أما المنتخب صاحب المركز الثاني هو المنتخب الإيراني، بينما في المركز الأول المنتخب الكوري الجنوبي صاحب اللقب الثالث. ثلاثة ألقاب تجعل المنتخب الكوري الجنوبي أكثر منتخب يحقق لقب هذه البطولة بلا شك. حضور الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، وأيضا بقية الشخصيات الحاضرة لتسليم الجوائز الختامية. هنا اللاعب حسين فريج أول اللاعبين الصاعدين وأول الجوائز اللي يستلمها من رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد الأستاذ فاضل النمر. يستاهل هذا اللاعب، لاعب مميز شاهدناه طوال هذه البطولة. الجائزة الثانية إذن لهذا أيضا اللاعب الياباني. يستلم إذن جائزة الأفضلية في هذه اللحظات. أيضا جائزة من نصيب اللاعب المتوقع حصوله بصراحة على أحد أفضل اللاعبين في هذه البطولة أحمد قصي آل سعيد الذي نال جائزة الأفضلية في 4 لقاءات. لاعب مميز ينتظر مستقبل كبير، يتسلم الجائزة من السيد صالح بن عاشور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي. ألف مبروك لهذا النجم القادم أحمد قصي آل سعيد. أيضا جائزة مقدمة للاعب البحريني
جعفر الفرسان. إذن يتحصل على الجائزة هذا اللاعب البحريني، ألف مبروك للكابتن جعفر وجوده ضمن أفضل اللاعبين في هذه البطولة. صابر حيدري إذن لاعب المنتخب الإيراني الذي لم يظهر بالشكل المعهود هذا اليوم في هذا اللقاء في المباراة النهائية، هو أيضا أحد أفضل اللاعبين في هذه البطولة. اللاعب الأشول الإيراني ايضا لاعب ايراني اخر ضمن جائزة الافضلية، فعلا هو صاحب القميص رقم 2 امير محمد بورقاسمي يتحصل على جائزة الافضلية. لاعب مميز دفاعيا يتحصل على الجائزة. وصلنا إلى 7 لاعبين أعتقد بانتظار أفضل حارس في هذه البطولة. أفضل حارس في البطولة هيون كيم، إذن بطل هذه البطولة المنتخب الكوري، حارسه هو الأفضل اللي هو هيون كيم الذي قدم أداء قوي في هذه البطولة ويحصل إذن على الجائزة. لاعب وحيد من المنتخب البطل، بينما المنتخب السعودي لاعبين والمنتخب الإيراني لاعبين والمنتخب الياباني لاعب واحد والمنتخب البحريني لاعب واحد. إذن أفضلية سعودية إيرانية في جوائز الأفضلية في 7 لاعبين اللي تم اختيارهم كأفضل اللاعبين في هذه البطولة. ايضا تشوي لاعب المنتخب الكوري بصراحه لاعب مميز، قدم عطاء رائع في هذه البطوله، يستحق ان يكون من المتواجدين ضمن جوائز الافضليه بلا شك، هنا شعار هذه البطوله، ويتسلم الجائزه من الشيخه حياه بنت عبد العزيز ال خليفه رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية. إذن التشكيلة المثالية هذه هي التشكيلة المثالية، 8 لاعبين تم اختيارهم وليس 7 لاعبين. على كل حال هذه هي الصورة التذكارية لأفضل اللاعبين في البطولة الآسيوية 9 لكرة اليد للناشئين المقامة في مملكة البحرين. ألف مبروك لكل هؤلاء اللاعبين على هذه الجوائز،
وعلى هذا الختام المميز بحضور الشخصيات الحاضرة بلا شك في هذا التذكار، وهذه النهاية الجميلة. إذن انتهينا من الجوائز الفردية، نتوجه للجوائز الجماعية. إذن المركز الثالث في البطولة الآسيوية للمملكة العربية السعودية، أول ميدالية يتحصل عليها المنتخب السعودي في البطولات الآسيوية التسع. إذن ألف مبروك لهذا الجيل الذي بدأ بقطف الثمار مبكرا من خلال حصوله على الميدالية البرونزية، وكان أيضا مرشحا للمنافسة على الذهب أو الفضة على أقل تقدير. ألف مبروك لهذا الجيل، ألف مبروك لرئيس الاتحاد السعودي الأستاذ فاضل النمر، ألف مبروك لكل من عمل على هذا المنتخب المميز. هنا أيضا الأستاذ علي العليوات رئيس البعثة السعودية، وأيضا الأستاذ فاخر الغاشي رئيس لجنة المنتخبات السعودية، وطبعا رئيس الاتحاد السعودي الأستاذ فاضل النمر. وتأهل تاريخي للثلاث فئات الناشئين والشباب والفريق الأول لبطولات العالم. إذن اليد السعودية عالمية، ألف مبروك لهذا الجيل المميز. لحظة تاريخية وصورة جماعية في هذه اللحظات، وتسليم جائزة المركز الثالث. إذن ميثم أبو سرير يتسلم الجائزة، جائزة المركز الثالث، وكأس مقدم للمنتخب السعودي ثالث البطولة الآسيوية لأول مرة في تسع مشاركات يصعد المنتخب السعودي المنصة. ألف مبروك إذن على هذا العمل وعلى هذا الجيل المميز وعلى منتخب بقيادة المدرب الوطني لا ننساه حقيقة هاشم الشرفة، الذي عمل ونظم واستطاع أن يصل بهذا المنتخب لأعلى المستويات. جائزة المركز الثاني والميداليات الفضية لمصلحة المنتخب الإيراني الذي حقق اللقب كما تحدثنا في عام 2006 في طهران، حاول في هذا المساء أن يصل إلى ثاني ألقابة ولكن لم يستطع أمام القوة الكورية التي كانت أقوى بكثير في هذا اللقاء. طبعا المنتخب الإيراني يحصل على المركز الثاني للمرة الثانية، وأيضا هو سبق له الحصول على المركز الثالث. حصل على المركز الثالث مرة واحدة، والآن مرتين المركز الثاني ومرة واحدة المركز الأول، وبالتالي يصعد على المنصة للمرة الرابعة من أصل ثمان مشاركات شاركها، غاب لمرة واحدة في عام 2016 عن هذه البطولة، بينما المنتخب الكوري حضر في جميع البطولات. الأستاذ بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي وأمين الصندوق في الاتحاد الآسيوي، وأيضا السيد علي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد في صورة تذكارية مع أصحاب المركز الثاني. وبلا شك وجود الشيخة حياة الحاضرة دائما
في هذه البطولة. إذن صابر حيدري ينال الجائزة، جائزة المركز الثاني، والسعادة في محيى اللاعبين في هذه اللحظات. أكيد إنجاز مميز، إنجاز الوصافة، والتغلب على المستضيف البحرين والانتصار على المنتخب السعودي وتقديم مباراة كبيرة في المباراة النهائية. هذا المنتخب الإيراني الذي شارك بكل قوة في هذه البطولة. أما الآن اللحظة التاريخية لأصحاب الذهب وأصحاب اللقب وأصحاب الانفراد بهذه البطولة، منتخب كوريا الجنوبية. ألف مبروك لقائمة الأبطال في المنتخب الكوري، الشمشون الكوري كانغ وكانغ ريو ويون كيم وجاي جون كيم ومينغ سون ودو هو لي وهيون مين كيم، وأيضا اسم لاعب آخر نفس الاسم هيون مين كيم وجيون يونغ لو وليم ولي هو جين وأيضا يون ريو وتشوي وسونغ يونغ لو ومين يونغ لو وهيون وو يون. إذن هذه هي قائمة الأبطال للمنتخب الكوري الجنوبي مع المدرب يانغ ومساعد المدرب جيو تشو ليغ وكيم نامكون ويانغ وسون يا يونغ. إذن المنتخب الكوري الجنوبي يتحصل على اللقب للمرة الثالثة، ينفرد وحيدا بعدد الألقاب بثلاثة ألقاب. كوريا الجنوبية، ألف 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 مبروك للمنتخب الكوري هذا اللقب بعد كل التعب. المنتخب الكوري بطلا للبطولة الآسيوية التاسعة لكرة اليد في مملكة البحرين في المنامة. ألف مبروك للمنتخب الكوري هذا اللقب، بصراحة زرع ثم حصد هذا المنتخب الكوري، استطاع أن يحقق لقب هذه البطولة بعد أن أحرزها في النسخة الأولى ويعني في عام 2005 على حساب المنتخب الإيراني. اليوم يكرر هذا الانتصار في المباراة النهائية في النسخة التاسعة، وهو الذي حقق اللقب في عام 2014 في الأردن، وبالتالي يصل إلى ثلاثة ألقاب. المنتخب الكوري الجنوبي هو عريس هذه البطولة، هو عريس هذه الليلة، هو عريس البطولة الآسيوية. ألف مبروك للكتيبة الكورية. And now for the national anthem of Bahrain.
Congratulations to all the teams and the qualifiers for the World Cup. Thank you all for all of your efforts. على كل حال إذن هكذا كانت الأجواء الجميلة في هذه البطولة الآسيوية عبر قنوات البحرين الرياضية الفضائية. إذن هكذا هي ملامح الختام. شكرا لكل اللجان العاملة في هذه البطولة، شكرا لكل من تابعنا، وأكيد بطولة كانت مميزة في كل أحداثها وتفاصيلها. في نهاية الأمور تقبلوا مني وافر التحية، أنا محدثكم علي أحمد آل محسن، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في مناسبات قادمة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.